مساء الخير. في ذاكرتنا الجماعية تواريخ عالقة تحفر عميقاً وتترك آثاراً لا يمكن لها أن تندمل بسهولة. الرابع من آب تاريخ يعبر عن وجعنا الجماعي، تاريخ اغتالنا جميعاً وجعلنا أجساداً بلا أرواح، كما حول عاصمتنا إلى مدينة بلا حياة في وطن يهتز كل يوم على وقع رياح عاصفة تتقاذفه في كل الاتجاهات، ليأتي ذات رابع من شهر آب ويكرس لنا حقيقة أننا شعوب لها قدر واحد لا وجود للاستراحة فيه ولا للأمن والأمان، وكأننا محاطون بالموت نبحث عن فرح سابق، عن لحظة جامعة توحدنا جميعا، نبحث عن حياة نريدها كما نريد نحن لهم. فمن حقنا أن نحيا قليلا، ومن حقنا أن نرتب أحلامنا، ومن حقنا أن ندفن خوفنا، ومن حقنا أيضا أن نحزن بما يليق بكل هذا الوجع، ومن حقنا أن نصبح مرضى من نوع آخر، كما يقول محمود درويش، مرضى الحنين إلى النسيان، نسيان الألم ونسيان الوجع. بالتأكيد 90 دقيقة لا تكفي لاختصار آلام وطن والوقوف عند لحظة اغتياله، فتاريخ الرابع من آب هي محطة مفصلية في حياة لبنان ودرب جلجلته الطويل ورجاء قيامته. الليلة نسأل عن العدالة المنشودة، وعن قرار تدمير لبنان واللعب على حافة الهاوية، وعن الارتطام المنتظر والحلول المؤجلة. ماذا بعد تفجير مرفأ بيروت والضربات القاضية على ما تبقى من قطاع صحي وتربوي وسياحي واقتصادي واجتماعي؟ ضيوف هذه الحلقة من برنامج 90 دقيقة المدير العام لمجلة مرايا الدولية الأستاذ فادي بوديا. أهلا وسهلا فيك. أسعد الله مساءك فادي. ومساء جميع المساعدين. على أن يكون معنا في القسم الثاني من هذه الحلقة أيضا أمين سر المجلس السياسي في الحزب الديمقراطي اللبناني بروفيسور وسام شروف، والباحث السياسي دكتور وسيم بزي الذي سيكون معنا مباشرة عبر سكايب من بنت جبيل. فأهلا وسهلا بكم مشاهدينا إلى هذه الحلقة من 90 دقيقة. استاذ فادي، يعني تاريخ 4 آب واليوم السؤال بين العدالة والتسييس، أيهما سينتصر؟ خصوصا وأنه اليوم يعني نسأل كلبنانيين، سنذهب إلى ضياع الحقيقة أم إلى العدالة في وطن نشعر فيه كمواطنين اليوم أنه الحزن ممنوع علينا وكأنه احتكار لجهات معينة؟ من يجيب عن أسئلتنا اليوم برأيك؟ خليني أروح إلى 20 سنة الماضية على الأقل، ونعرف قديش شهدنا على اغتيالات وتفجيرات ولم يكشف النقاب عنها، ولم نرى منفذ واحد لهذه العمليات. بالبداية طبعا مساء الخير لك ولجميع المشاهدين. مساء الخير لأمهات الشهداء وذوي الشهداء والجرحى الذين سقطوا في مثل هذا اليوم من السنة الماضية. الشهداء الذين دفعوا دماءهم على طريق الحرية لبيروت وسيادة بيروت وما يخطط لبيروت، جعلوا أجسادهم ربما درع حماة لكل بيروت حيث كان المخطط ضرب كل بيروت. مع الأسف ذكرى الرابع من آب تحولت إلى بازار سياسي. بازار سياسي اليوم؟ نعم. ليه؟ يستثمره ويتسلق عليه من يريد الصعود على دماء الشهداء والجرحى، وكأنهم أرادوا الابتزاز السياسي من جهة والاستغلال الأمني، وليس أدل ما يحصل اليوم على هذا الابتزاز السياسي والفوضى الأمنية التي تشهدها العاصمة بيروت، وهذا الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة بدون أن نتوجه إلى أي وجه حق بهذا الطريق. يعني طريق الحقيقة لا يبدأ من تكسير الواجهات والاقتحام كما يجري الآن في هذه اللحظات، والتعرض المواطنين الآمنين إلى الضرب والقتل والجرح وغيره. أعتقد من يريد الاقتصاص من المسؤولين المهملين الذي تثبت إدانتهم في التحقيق عليه أن يسعى وراء الحقيقة بابتعادها عن البزار السياسي الذي أريدت به. بس ليه سميته بزار سياسي؟ اليوم نحن عندنا مجموعة من الدول جاءت إلى لبنان وعرضت أكتافها على التحقيق.
ممكن نعرف من القضاة اللي القاضي صوان والقاضي بيطار ما هو هي النتيجة التي وصلنا إليها من تحقيق الاف بي اي الأمريكية؟ ماذا قدمت لنا فرنسا في التحقيقات؟ ماذا قدموا لنا من الصور الصناعية التي طلبت من هذه الجهات للكشف وإيقاف تقاذف التهم في موضوع انفجار مرفأ بيروت؟ من قال كان ما كان خلينا نرجع إلى السنة. أول ما صار الانفجار بعد بساعات قليلة بدأ هذا البزار السياسي اللي عم بحكي عنه، بدأ رمي التهم جذافا على المقاومة وصواريخ المقاومة، وأنه كانت تخبئ الصواريخ، بعدين تبين أنها نترات، فصارت هيدي النترات جبتها المقاومة لتصنع منها قنابل موقودة وتريد تدمير بيروت وكذا. أليس هذا بزار سياسي؟ اليوم لو نحن وصلنا إلى الحقيقة اللي هي وصل إليها المحقق بعد تحقيق الجيش اللبناني وفرع المعلومات، خلينا نحكي على تحقيقات. بس مين فتح الباب امام هذا البزار السياسي؟ الدولة. مش كان المفروض انه اليوم الدولة تاخذ الدوله طيب. مفترض ان تتصدى لمثل هذه التحقيقات وان تكشف امام الناس ملابسات هذا الانفجار حتى توقف البزار السياسي. اذا كان هذا الانفجار نتيجه اهمال، خلينا نروح نحدد الاهمال والتقصير وين، لنروح للحساب. اذا كان في شيء غير اهمال وهو نتيجة انفجار أو نتيجة تفجير أو نتيجة عمل إرهابي آخر، خلينا نحدد من المسؤولية. حتى اليوم نحن كمتابعين وإعلاميين وكذا ما بنعرف شو هي النتيجة اللي وصل لها القاضي. أسأل أكثر بهذا الموضوع، نتوسع طبعا، ليه لم تصدر نتائج تحقيقات حتى الساعة؟ ولكن بدي انتقل مباشرة إلى محيط مجلس النواب وزميل محمد كريم لوضعنا في أجواء ما يجري في هذه الأثناء ولوضعنا في أجواء مجريات كل هذا النهار اليوم. محمد الهواء لك، تفضل. مساء الخير سوسن لك ولضيفك. كما ذكرت في المقدمة، 90 دقيقة لا تكفي لأن تحاكي ألام ووجع الناس. نحن واكبنا منذ الصباح الباكر، واكبت كاميرا الأنبيان تحركات المحتجين والمتظاهرين، كما واكبت تحركات أهالي شهداء المرفأ وأهالي الشهداء من فوج الإطفاء. توافدت الوفود الشعبية والمسيرات إلى العاصمة بيروت وسط إجراءات أمنية مشددة نفذتها عناصر من قوى الأمن الداخلي والجيش اللبناني. عند الصباح الباكر جهز مسرح الجريمة، وكان هناك تجهيز لقداس أقيم عند الساعة 6:07، وهو توقيت انفجار المرفأ المشؤوم. تحدث فيها البطريرك الماروني بشار الراعي، أكد فيها على ضرورة محاسبة المرتكبين أيا كانوا، تلا فيه رسالة البابا فرانسيس إلى اللبنانيين وإلى المجتمع الدولي التي تقول أنه ضرورة مساعدة لبنان وضرورة الوقوف إلى جنب لبنان في هذه الأزمة. عند الساعة 4 انطلقت مسيرة من ثكنة فوج الإطفاء باتجاه تمثال المغترب أو الحائط الذي يطل على المكان الانفجار، ما مسيرة سيارة كبيرة انضمت إليها مسيرات أخرى باتجاه ساحة الشهداء ومجلس النواب. كان هناك العديد من أعمال الشغب، من الأشخاص الموتورين الذين دخلوا على هذه المناسبة ممكن لتعكير الصورة أو لتشويه الصورة. الآن انسحبت مجموعات الجيش اللبناني وفرق مكافحة الشغب من ساحة رياض الصلح ومن ساحة الشهداء. سوسن، هذا كل شيء. يعني من عاد الهدوء النسبي محمد، فينا نقول رجعت الأمور إلى طبيعتها؟ نعم. أم أنه لا الشهداء. يعني في استراحة محارب. نعم. وقد نكون أمام جولات لاحقة. أعتقد أن كاميرا الزميل حسين فقيه ترصد لك أن الشوارع نوعا ما خالية في ساحة الشهداء وفي ساحة رياض الصلح. أحيانا تعود بعض الأجواء المتوترة إلى الواجهة، ولكن حتى الآن الأمور قيد السيطرة. ماذا عن الانتشار الأمني؟ في انتشار أمني كثيف
في هذه المنطقة على مداخل العاصمة على مداخل العاصمة بيروت. هناك انتشار أمني، ولكن داخل وسط بيروت الآن وكبنا انسحاب قوة أو سرية أو فوج، لا أريد الدخول في التسميات، وكبنا انسحاب قوة للجيش اللبناني. فرقة مكافحة الشغب التابعة للمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي خرجت حاليا من ساحة الشهداء، لا أعلم إن كانت خرجت إلى مقرها أم إن إلى مكان آخر، ولكن على الأغلب هي خارج ساحة الشهداء. هناك وجود لبعض المجموعات الأمنية، ولكن هذا الشيء طبيعي وعادي في العاصمة بيروت. ماذا عن المتظاهرين؟ يعني يمكن القول بأنه انسحبوا ولا لا اليوم يعني أو بهذه الأثناء تم إخلاء الساحة؟ عدد ولو وجود لبساط لنقلهم؟ سوسن، عدد من المتظاهرين انسحب باتجاه شارع الجميزي أو الشارع المقابل لساحة الشهداء أو إلى الشارع الصيفي، إلى المنطقة التي تؤدي أو يؤدي طريقها إلى المرفأ. هناك وجود لعدد من المتظاهرين، هناك وجود لمجموعات من القوى الأمنية، ولكن أجواء الشغب و رمي الحجارة توقفت حاليا في وسط بيروت. سوسن، الرحمة لشهداء المرفأ. هذه الجراح لن تضمد، اللبنانيون لن ينسوا هذه الذكرى الأليمة. بالعودة إليك وإلى ضيوفك. شكرا لك الزميل محمد كريم، يعطيك ألف عافية أنت وفريق العمل في هذه الأثناء، واللي بنعرف أنه غطيتوا طيلة هذا النهار. يعني بالفعل الله يعطيهم العافية وسط هذه القنابل الدخانية وأوساط الشغب، وممكن بأي لحظة كانوا يتعرضوا للخطر. صحيح. يتعرضوا إلى أي حادث للأسف. وهون السؤال الأساسي أستاذ فادي، يعني اليوم من الاحتفال بذكرى أليمة، اليوم الذكرى الأولى على تفجير بهذا الحجم، ليه دائما تتحول هذه المناسبات عنا؟ أنا هذا اللي بلشت فيه، وإلى تكسير وإلى هذا، لأنه دخلت هذه الذكرى وهذه المناسبة اللي شكلت منعطف أساسي في لبنان وفي مسار لبنان إلى بزار سياسي. من يستطيع أن يقطف أكثر ثمار من هذه الحادثة أو هذه المناسبة، يعني حتى يقدر يستثمر فيها غليان طائفي مذهبي سياسي فوق أمني، يعني كل ما نحصل. بس واضح أنه أنا اليوم ما بقدر أعزل أنه شو خص مناسبة 4 آب بالشعار اللي رفع لا للاحتلال الإيراني مثلا، شو له علاقة؟ بس ليه الربط اليوم؟ ما في ربط. يعني هو هذا اللي ما لازم يكون في ربط اصلا. لانه صار في بازار سياسي واستثمار سياسي، صرنا عم نحول المناسبه وكانه هي مناسبه سياسيه ومنصه اعلاميه لاطلاق الصواريخ الاعلاميه والشعاراتيه باتجاه ايران. يعني لا ايران اللي قصفت المرفأ ولا ايران اللي هي متعلقه بحادثه المرفأ، بالعكس هي ساهمت وساعدت. وحتى ما ندخل كثير، بس قد يقول لك البعض انه انت عم تستبق هلا كمان نتائج. انا ما عم بستبق، انا عم بقول لحد الان بالحد الادنى هذا هو اللي بيحسم الجدل والبزار السياسي، انه انتم اليوم ليه ما بكون تطلعوا هذه النتائج التحقيقات يلي وصل اليها الجيش اللبناني وفرع المعلومات. انا ادرك تماما انه ملف التحقيقات الاف بي اي الامريكيه لن يعطى الى لبنان. لماذا؟ لانه ما يراد للبنان ان يصل الى نتيجه حقيقيه في موضوع انفجار المرفأ. ليه؟ لانه يكشف الكثير، لانه متصل ايضا. نعم، يكشف الكثير من المتورطين، قد لا تكون تريد امريكا او قد لم تجب بعد الوقت او الفرصه المناسبه للكشف عنهم، لانه كمان تريد استثمار وبزار سياسي في هذه الحادثه. يعني مثل ما حضرتك عم تقول انه كانه يراد من خلال كل هذا الامر توجيه اصابع الاتهام الى جهه محدده تتعلق بموضوع حزب الله. هو من البدايه بدا موضوع ايران، لا اكثر ولا اقل. انا بدات من البدايه انه من اللحظه الاولى لانفجار مرفأ بيروت بدات اتجاه اصابع الاتهام باتجاه حزب الله. من اللحظه الاولى كان بعد في لا كان بعد العالم عم بتلم الشهداء والجرحى والمفقودين بسيارات هيئة إسعاف الصحي اللي تابعة لحزب الله، وكانوا عم يتهموا حزب الله. طيب نجح برأيك هذا المخطط؟ نجح إلى حد ما، لأنه المراد هو شيطنة حزب الله، شيطنة المقاومة، شيطنة هذا الفريق السياسي، شيطنة هذه الجهة على المستوى السياسي وعلى المستوى الاقتصادي وعلى المستوى الأمني وعلى المستوى الإعلامي. اليوم حزب الله أو المقاومة هي المسؤولة عن انهيار السياسي في البلد، هي المسؤولة عن الفوضى الأمنية التي تحدث في البلد بفعل الاحتلال الإيراني وسيطرة حزب الله على المرافق الدولة. مش هاي الشعارات اللي عم تلقوها؟ ثلاثة، برأيهم حزب الله هو المسؤول عن انفجار المرفأ، علما أنه كل التحقيقات
أشارت أنه حزب الله ما له علاقة بكل شيء له اللي حصل بالمرفأ. وحتى نحسم الجدل كان مطلوب من الدولة اللبنانية أن تتصدى لمثل هذا الموضوع وتطلع تعلن. لماذا لم هو أهلا هو إهمال بس بإطار الإهمال أم هو فعل فاعل؟ إذا هو إهمال خلينا نروح نحاول نقاصص المهملين وبدون ما نكون عم ناخذ حسابات سياسيه مثل ما حصل مع القاضي صوار. من هي الجهه التي اليوم يعني تستطيع المحاسبه والقصاص؟ اعتقد هي نفس الجهه التي تتحكم بكل مفاصل وقرارات الدوله اللبنانيه. ومع الاسف وكان واضح وعلني ومنه سر انه اليوم السفيره الامريكيه اللي بتقدر تتجول بكل الاراضي اللبنانيه وتاخذ قرارات في الاراضي اللبنانيه مثل ما حصل في باعه الغربي، هي نفسها السفيرة اللي قادرة تطلع تقول انه اليوم اقفلنا ملف تحقيقات انفجار بيروت بأي صفة بأي حق بأي قبل ما يطلع يعلن يعني قبل اي شيء. هذا مين اعطاها هذا الحق؟ مين اعطاها هذه القدرة هذه الجرأة؟ مين اعطاها الصلاحيات انه تطلع تحكي هذا الحكي وسط صمت وذهول الاطراف السياسية اللبنانية المدعية بالسيادة والحرية وغيرها؟ ماذا تخيلي ست سوسن انه اليوم لو السفير الايراني طالع حاكي بهذا الموضوع كيف كان حيكون؟ شو كانت ردود يعني الفعل الداخليه والاقليميه والدوليه والما وراء السماويه؟ تشوفي ردود الفعل اللي كانت حتصير انه ايران تتدخل في الشان اللبناني. كل يوم بيطالعونا بنظريات فرنسيه وغيرها وكذا واهتمامهم بلبنان. انت لو مهتم بلبنان بتطلع لنا صور الفضاء الجويه وبتسلمهم للدولة اللبنانية. بس بهذا الوقت الانفجار يعني تشكك بهذه المواقف؟ أنا شاكك طبعا. آخر. طيب أشرت إلى نقطة أساسية وتتحدث فيها عن يعني الهدف من كل هذا الموضوع هو شيطنة صورة حزب الله. لا إذا بدك الهدف خليني بس بدك الهدف هو معروف أنه هذه الشيطنة إذا بدك بدأت وهي مستمرة منذ سنوات. السؤال هو الوصول للوصول إلى أين؟ هذا اللي بدي وصلك له. أولا فوضى أمنية فوضى أمنية من مصلحة من؟ من مصلحة جميع الأطراف التي تريد توجيه ومحاصرة المقاومة في لبنان. أنا شخصيا ما بشوف ولا مشروع في لبنان جدي إلا إذا كان يطال رأس المقاومة. اثنين، محاصرة المقاومة سياسيا ومثل ما قلت لك شيطنتها على المستوى الإعلامي وهذا حصل واضح بالقنوات التلفزيونية الموجودة. ثلاثة، الانهيارات المتشعبة، انهيارات سياسية، فجأة انهار كل شيء بلبنان سياسيا، انهيارات اقتصاديا ومصرفيا. بلحظة فقنا دولار 1005، اليوم نحن عم نحكي ب 21 و 22 والحبل على الجرار. المصارف وقفت تعطي الناس ودائعها. انهيارات فجائية مرعبة حصلت في لبنان اقتصادية ومصرفية، انهيارات مؤسساتية. بس كأنك عم بتقول حتى على على مستوى المؤسسات هذا مخطط خارجي ولم يكن هذا ما بيحصل صدفه. غياب يعني الرؤيه عند الدوله اللبنانيه وهي نتيجه كل السياسات وتراكم هذه السياسات التي وصلت الى هذه النتيجه. خلينا نحن نقول انه حتى الانهيارات العسكريه حصلت في لبنان. باي معنى؟ يعني اليوم ما في تسرب في الجيش اللبناني، ما في تسرب بالقوى الامنيه. بس يمكن الحديث عن انهيارات كبرى. طبعا انهيارات اليوم الجيش اللبناني الجيش اللبناني والقوى الامنيه اليوم بفعل الانهيارات السابقه التي حصلت كمان هي في محل من المحلات عندها انهيارات بفعل انهيارات الدولار اللي حصل عندها. في حرص على إذا بدك تماسك في حرص من الأطراف اللبنانية من بعض الأطراف اللبنانية أن لا يحصل هناك فرط لهذه المؤسسة لأنه هي بقيت المؤسسة الوحيدة في لبنان اللي قادرة على أن تجمع الأفرقاء اللبنانيين وتحفظ الأمن في لبنان. وإن كان يريد البعض جر هذه المؤسسة إلى مكان لا يشبه هذه المؤسسة. بس عندما نقول يريد البعض، من هو هذا البعض اليوم أستاذ؟ يعني اليوم أنا بفهم أنه الأمريكا بتعطي مساعدات عسكرية إلى الجيش اللبناني كعتاد عسكري. وبقدر أفهم أنه روسيا التي عرضت على الرئيس سعد الحريري سابقا هبات عسكرية ووعد بقبولها وتسليمها إلى الجيش اللبناني ولم يستطع أن يفرج عنها. بقدر أفهم المساعدات العسكرية التي عرضت من الإيرانيين للجيش اللبناني بدءا من عهد الشهيد غضنفر ركن أبادي وصولا إلى السفراء الحاليين ولم يتم قبول أي وحدة. بفهم أنه ما بده يزعلوا الأمريكا. لكن عندما يتحول الجيش اللبناني مساعداته المالية اللي بتخص جيبته ومعاشاته وأكله وشربه وتنقلاته وجوده مرتبط بمساعدات أمريكية، أنا بدي أسأل هون حقي كمتابع وكمراقب،
أن أسأل هذه المساعدات، هل تبقي هذه المؤسسة حافظة للوطن وجامعة للوطن، أم بدنا نتبع القاعدة التي تقول من يعطي يأمر، من يدفع يأمر. أخشى وأتمنى أن لا يتكون، بس أن لا يتحول، أن لا يرد جر الجيش اللبناني. ليه لا تقرأ هذه المساعدات من باب الحرص على تماسك المؤسسة العسكرية وتماسك الاستقرار بالداخل اللبناني وعدم مصلحة اليوم الولايات المتحدة الأمريكية؟ أنا بقدر بهذا الجانب إذا كان بأتون فوضى. أنا بقدر إراها بهذا الجانب إذا كان الجيش اللبناني يقبل المساعدات التي تأتي من أي جهة. طب بس بظلم موازين القوى القائمة إذا كانت اليوم. أما إذا كانت المساعدات فقط من جهة واحدة وكأنه تريد هذه الجهة مصادرة مساعدتها إلى الجيش اللبناني. ليش ما بدنا نقبل من روسيا مثلا المساعدة؟ شيلك من إيران، خلينا نقول أنه إيران وأمريكا في اقتتال إقليمي وصراع وغيره عقوبات وإلى ما هنالك. طب ليه ما بدي اقبل من روسيا؟ اليوم بصراع النفوذ القائم في المنطقه بين روسيا وبين الامريكي يمكن القبول روسيا، ويمكن لروسيا في سوريا ان تلعب هذا الدور. واذا بدنا نحكي بالمنطق روسيا اللي موجوده في سوريا على حدودنا الجغرافيه، وحضرتك بتعرفي حدودنا الديموغرافيه مع سوريا، السكان المتشابكه مع بعضها والمتعلق بكل شيء. نحن اي حدث امني يحصل في سوريا بيتاثروا فيه بلبنان، اي حدث اقتصادي يحصل في سوريا بيتاثر فيه بلبنان. في يقول انا روسيا احرص على لبنان من امريكا، باي معنى؟ لانه روسيا حريصه على لبنان بفعل حرصها على سوريا. ليه بس تختلف على المصالح عند سوريا. الدول تختلف المصالح عند الدول، ما اخر شيء طبعا تختلف مصلحة. بس انا ما عم بقول ما نقبل من الامريكان، انا عم بقول اذا بدنا نقبل من الامريكان من حقنا انه نقبل كمان من دول اخرى، طالما انه الحرص هو الهدف هو شو؟ مساعدة الجيش اللبناني. هيدا بيرجع برجعنا يمكن إلى تنويع خيارات لبنان في كل الأمور، وهيدا يمكن وهذا اللي حكى عنه سماحة السيد إنه اليوم سماحة الأمين العام تحدث عن هذا الخيار. إذا بدنا إنه أنتم يا أخي نحن قبلانين نفط من عندكم، طيب أنتم ممكن تجيبوا لنا نفط، خلينا نجيب نفط من محل ثاني. أما أنك تمنعني أجيب نفط من محل ثاني وأنت ما بدك تعطيني نفط، معناتها أنت جاي تحاصرني وتجوعني وتعمل لي أحداث، هيدي الأحداث الأمنية اللي عم تحصل بالبلد. من 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 احداث النفط والمشتقات النفطيه ست سوسن يوم بنشوف حالات اجتماعيه عم تحصل وحوادث امنيه عم تحصل بالبلد على محطات البنزين مؤسفه. بس هذا مرتبط بماذا؟ مرتبط بالمحتكرين، مرتبط بالطمع، بالفساد. هذا مرتبط بمنظومه كامله، مرتبط بمنظومه كامله. تنتهي هاي المنظومه عند الرأس المدبر والمخطط لكل هذه الفوضى التي تحصل. بس كأنك أنت عم بتشيل إذا بدك يعني أو بتخفف من وطأة المسؤولية التي يجب أن يتحلى بها من هم في الداخل اللبناني لصالح نظرية مؤامرة خارجية تدفع باتجاه هذه الفوضى، ويعني إذا بدك هذا المشهد المدمر. أنا يعني إذا بدي أقول إنه هودي المسؤولين اللي عندي بالبلد اليوم هم مسؤولين عما يحصل في البلد وعم بيتحملوا مسؤولية وبدي حملهم هذه المسؤولية. أنا بشخصي بشوف إنه هودي مجموعة من الأدوات السياسية التي تنفذ مخططات. إيه؟ أدوات؟ اليوم إنه أنا عندي كارثة في البلد وعندي جهات دولية بتجي وإقليمية بتجي بدها تقدم لي مساعدات ترفض. عندي جهات إجت قدمت لي هبات لمساعدة الشعب اللبناني رفضت. بأي حق وبأي مسؤولية أنت المسؤول بموقع معين بدك ترفض هذه؟ ليه؟ لأنه أي معادلة تحكم لبنان اليوم؟ تحكم لبنان معادلة إما أمريكا وإما الدمار. طيب ونحن تحكم معادلة وهذا واحد من المطلوب اللي حضرتك سألتي عنه بالسؤال. اليوم أليس تأمين مصالح إسرائيل من الترسيم الحدود البحرية هو محط بزار سياسي؟ معلش خلينا نحكي الأمور كما هي. بزار سياسي كيف؟ وين عبر عنه كبزار سياسي؟ ألم يعبر عنه ببعض ما سرب للقاء بعض المسؤولين اللبنانيين اللي حضرتك سميتيهم أنه بيتحملوا مسؤولية، أنه هذا محط بزار سياسي لمحاولة إعطاء بمقابل الأخذ من الحدود البحرية أو تخفيف من حدة الوفد اللبناني المفاوض عن حقوقه شوي لنقدر نلينه مواقفه؟ عم تحكي عن أي جهة تحديداً؟ واضحة يعني الجهات المعنية بهذا الموضوع معروفة أكيد مش الجيش اللبناني. يعني خليني أحكي بشكل واضح. ألم تكن الجهة اليوم اللي بإيدها ملف الترسيم الحدود البحرية تتعرض لضغوط أمريكية وضغوط أوروبية على وقع الترسيم الترسيم الحدود البحرية؟ مين يعني التيار الوطني الحر وفخامة رئيس الجمهورية؟ لا أنا بحكي عن فخامة الرئيس، ما عم بحكي عن التيار الوطني. طيب يعني فخامة رئيس الجمهورية ملف الترسيم مش بإيد التيار. وإن كان التيار يتدخل بس مش هو بالتيار، بس ما هو أنا عم بحكي عن ملف بإيد فخامة الرئيس. أوكي. هذا الملف يتعرض لضغوط كبيرة أمريكية وأوروبية وعربية
بهدف التنازل عن الحدود البحرية بهدف تأمين مصالح إسرائيل. هلأ يستجيب لا يستجيب؟ حتى اليوم لم يستجيب. أوكي. لكن بدنا نشوف هذا الضغط لوين بده يوصل. لماذا لم يتم التوقيع على المرسوم؟ ما هذا سؤال. ما أنت عم تقول مقابل الحصول، مقابل الحصول على مردود. ما هذا سؤال. المردود بالمعنى السياسي اليوم الحصول على رفع عقوبات عن الوزير جبران باسم، مشان هيك ما بتقدر أو تفصل أو بين التيار المساومة والتسوية على رئاسة أوكي. الجمهورية. يعني عم تقول إنه هيدا كمان قابل. أنا هذا أنا بلشت لك إنه كل شيء صار بلبنان بزار سياسي، كل شيء صار بزار سياسي، حتى التحقيق بزار سياسي، حتى الاتهام بزار سياسي. هذا تشكيك بمصداقية القضاء قبل ما نروح إلى إذا بدك يعني ما في قضاء في لبنان. القضاء في لبنان قضاء مسيس واضح. اليوم الاتهامات العشوائية اللي يطلقها المحقق العدلي بدون أن يستند إلى أرضية قانونية، أنا ماني إنسان قانوني لأحكي بالقانون، لكن من حسب المراقبين ما في أرضية قانونية عم بيستند لها، ما في توزيع واضح في المسؤوليات، ما في تحقيق واضح. شوفي استنسابيه اليوم متابعه اعلاميه، شو وصلنا الى انفجار بيروت؟ في استنسابيه، ما هو هذا السؤال اللي بلشنا في الحلقه. هذا دليل التحقيق، هذا دليل هذه الاستنسابيه انه هذه التحقيقات وهذا الملف كما غيره من الملفات السابقه التي وقعت في لبنان دخلت في خانة البزار السياسي. طيب البعض بيعتبر لأنه في تدخلات سياسية ولأنه في ضغوط سياسية ما رح من يريد العدالة والحقيقة النتائج. من يريد العدالة والحقيقة، وهذا ندائي إلى أهالي شهداء مرفأ بيروت والجرحى، إذا بدكم الحقيقة طلعوا هذه الحادثة من البزار السياسي، اعطوها حزنة. بس هني ما دخلوا هذا الموضوع بالما فيك انت تحملهم اكثر ما بيحتملوا. استاذ فادي ما بيقدر، ما بتقدر تحمل اهالي الشهداء اليوم اكثر ما بيحتملوا. اذا كان هناك من يريد الدخول للاستثمار هيدا شيء ثاني، ما لازم يسمحوا له. ايه هيدا شيء ثاني. هني اصحاب هذه الواقع الاليم، ولكن ان تحمل اليوم يعني هني اصحاب العزاء، يعني اولياء الدم. هني اصحاب العزاء وهني اولياء الدم، ونحن كنا نتعاطف ونتكاتف ونبكي معهم على المصاب الذي حصل وسنبقى، لكن إذ ما يسمحوا للمتسلقين اللي أنا بدأت فيهم، ما يسمحوا للمستثمرين السياسيين بأنه يبدأوا باستثمار هذه المناسبة. شو خص للاحتلال الإيراني بمناسبة ذكرى السنوية لانفجار مرفأ بيروت؟ ما هذا اللي يطرح الأسئلة اليوم عما هو كان يطرح الأسئلة أنه يراد استثمار هذه المناسبة لتكون منصة إلى ما يتم التحضير له، اللي هو إطلاق الشعارات والحصار الشعبي والسياسي لحزب الله وإيران. سنسأل عن هذا الأمر كيف سيترجم في الأيام القليلة المقبلة. في عاقل اليوم بيقول لا للاحتلال الإيراني، أنه إيران محتل لبنان وإيران ما عم تقدر تدخل دواء إلى لبنان. يعني أي عقل سياسي، أي عقل منطقي هذا عم نحكي فيه؟ إيران اللي إجت قدمت، عفوا هذا ملف أنا يعني مطلع عليه جيدا، إيران اللي إجت قدمت كهرباء للبنان ورفضت، إيران اللي إجت قدمت عروض صناعية وتجارية للبنان ورفضت، إيران اللي إجت قدمت دواء ورفض، إيران اللي قدمت نفط إلى لبنان وبالليرة اللبنانية ورفض. شو هالاحتلال؟ شو هالاحتلال العظيم هذا؟ شو هالقدرة لحزب الله اللي ماسك فيها مؤسسات الدولة وما قادر يمرق مشروع إيراني واحد في الدولة اللبنانية، بينما أمريكا وأعوانها بيعملوا بيصولوا بيجولوا بيبهدلوا رئيس الحكومة على العلن وأمام الشاشات، ما حدا وكأن في فمهم ما. خلينا نطلع بفاصل ومن ثم نتابع هذا الحوار، ابقوا معنا. نتابع 90 دقيقة لهذه الليلة، وضيفي في استوديو المدير العام لمجلة مرايا الدولية الأستاذ فادي بوديا. إذا بدنا نسلم جدل بأنه هناك من يدفع اليوم باتجاه فوضى عارمة، باتجاه خنق واستثمار ما جرى في 4 آب وغيرها من الكثير من المحطات، استاذ فادي، للمزيد من الضغط على المقاومة وعلى حزب الله، بأن هناك مشروع اليوم تصعيد قد يشكل يمكن آخر فرص الغرب لاختبار مشروع إسقاط لبنان، أملا بسقوطه فوق رأس المقاومة مثل ما حضرتك عم بتقول، سواء من بوابة المرفأ أو إذا بدنا نقراها ما جرى أيضا من كمين في خلدي، أو حتى بوابة التجويع والحصار وفقدان السلع والغذاء والدواء. اليوم
خليني أسأل، يعني ما الذي تحقق من هذا المشروع منذ عام إلى اليوم، وماذا عن الاستراتيجية المقابلة؟ يعني ماذا عن استراتيجية المقاومة اليوم والتي تعمل عليها في الداخل لمنع تحقيق مثل هذا المخطط؟ نحن ببلد ليس حالة مستقلة وطنية، ما عنده حالة سياسية مستقلة. نحن عم نتعاطى مع لبنان أنه هو بلد قائم بحد ذاته، له حالة سياسية، قادر أن يقيم مؤسساته وقادر أن يلم باستحقاقاته الدستورية بشكل منفصل عن أي حالة تعصب في الإقليم. هذا الحكي مو صحيح. شو يعني؟ الصحيح أنه لبنان هو بلد يراد له أو أريد منه أن يكون جاذبية يتعلق بكل ما يحصل من أحداث حوله. اليوم بيحصل هزات أمنية في العراق، لبنان يتأثر، ترتد. يحصل هزات في سوريا، لبنان يرتد. فبالتالي هذه الارتدادات تؤكد أنه ما يحصل في فلسطين له ارتدادات. معركة سيف القدس أثبتت، وغيرها من المعارك، لكن هي الأقرب شيء على ذاكرة بفعل الجغرافيا، بفعل شيء الجغرافيا والعقيدة والامتداد العقائدي، الامتداد العروبي، الامتداد الوطني. يعني بالآخر اليوم يعني أنت بتعرفي عائلات منقسمة، نفس العائلة بتشوفيها بفلسطين وبتشوفيها بسوريا. بس لبنان موحد، يعني إذا بدك باتجاه القضية الفلسطينية، لبنان ليس موحدا اتجاه هذه القضايا، وهذا اللي بيخلي لبنان مقسم إلى جاذبيات مختلفة. فبالتالي اليوم أريد للبنان أن يكون هذه الجاذبية التي تحصل. هذا بأكد سقوط مقولة تحييد لبنان أو حياد لبنان. ليه؟ لأنه ما في قدرة على ما تحييد لبنان. ما بتقدر. يعني ما التحييد أو مفهوم الحياد يتطلب دولة موحدة. مفهوم الحياد يتطلب أن يكون هناك دولة، نظام سياسي قادر على أن يحقق استحقاقاته الدستورية والقانونية، وأن يحترم استحقاقاته الدستورية والقانونية، لا أن يكون كل شيء في لبنان بالتراضي القانوني. بس نحن ما بنمشي على الدستور. الاتهام الحاصل إذا بدك في الداخل اللبناني اليوم يتوجه بإصبع اتهام مباشر إلى جهة أساسية اللي اسمها المقاومة في لبنان، بأنه هي من لا تحترم هذه الأنواع الدستورية. هو هن نفسهم الجهات اللي يتهموا حزب الله اليوم كانوا بال 2014 عم يشكوا حزب الله، وكانوا عم بيقولوا لولا حزب الله لما كان هناك مسيحيين في المنطقة بعدهم عايشين. حزب الله اللي حمى السني والمسيحي والدرزي والطوائف المختلفة، ما كان عم بيسأل عن طائفة بل كان عم بيسأل عن إنسان. وهذا أهمية رسالة المقاومة اللي انطلقت من الإمام موسى الصدر عندما أراد لهذه المقاومة أن تكون مقاومة درع حصن للإنسان ومش للشيعة. حزب الله لم يدافع عن الشيعة بقدر ما دافع عن الإنسان، وبدليل ما حصل في القاع اللبنانية بشمال الهرمل اللي هي بسكنها ويقطنها المسيحيون اللي يدينون بالحزب لحزب القوات، حزبيا بيكونوا قوات، ما سأل، دافع عنهم مثله مثل أهلهم لأنه اعتبروا أهلهم. فبهذاك الوقت كان حزب الله عم ينشكى. بعد ما خلصنا من هذه الحالة وخلصنا على الإرهاب، علما أنه كمان يعني كانت الاتهامات توجه وتصوب إلى المقاومة ودخولها إلى سوريا وبأنه هذه حرب. هذا اللي أنا بدي وصله، أنه لبنان ليس حالة وطنية قائمة بذاتها تحترم مواثيق دولية وتحترم مواثيق دستورية عندها، لا، تشتغل على القطعة في لبنان. اليوم المطلوب أنه أحمي حالي، مضطر أني أنا أقول له لحزب الله ممنون شكرا، انت ساعدتني بحمايه مناطقي، ولكن عندما ينتهي هذا الموضوع بتروح السكره وبتجي الفكره، فبنقول ساعتها لا، حزب الله بده يعمل هلال شيعي، حزب الله بده يعمل جمهوريه اسلاميه، حزب الله قابض ايده على الدوله، حزب الله ما بعرف شو عامل. طب بهذا المعنى وصار هو السبب الاساسي بالدخول الى سوريا لاستجلاب الارهابيين الى صحيح لبنان. كما كانت الاتهامات. شوفي في ابشع من هيك مناظر واحقر من هيك تعابير سياسيه ممكن واحد يستخدمها؟ بدل هذا الواقع يمكن القول بانه نجح هذا المشروع في تحقيق اهدافه في مكان نجح هذا المشروع في تحقيق اهدافه من حيث التضليل الاعلامي، لانه هم يملكوا مؤسسات اعلاميه ضخمه وعندهم ابواق اعلاميه وبث اكاذيب، قادرة يعني قادرة على العمل في السوشيال ميديا بشكل كبير اللي هني بيملكوها طبعا. نحن مع الأسف نحن لم ننتج حتى اليوم شبكتنا الإعلامية الخاصة البعيدة عن الضغوط الأمريكية، بعدهم لليوم أمريكا وغيرها قادرين ينزلوننا أي قناة بكبسة زر عن القمر الصناعي.
ونحن كان من المفترض أن ننتج حالة خاصة بنا بدلا من إنتاج قنوات. لا لأن جزء أساسي من هذه الحرب هي حرب إعلامية برأيك؟ لا هي الحرب الإعلامية هي الأساس. وهي أساس. هي الأساس. وحضرتك بتعرفي تماما وأنا بعرف إنك قمتي بأبحاث بهذا الموضوع إنه الجماعات الإرهابية أول ما انتشروا في المناطق كالنار في الهشيم انتشروا بفعل السوشيال ميديا والإعلام اللي حصل، فبالتالي كان الإعلام الشريك الأساسي في ذبح الناس كما كان الشريك الأساسي في إظهار صورة المقاومين اللي عم يستشهدوا كرمال. انطلاقا من خطورة يعني هذا المخطط اللي حضرتك عم تتفضل فيه استاذ فادي، السؤال هو إلى أين يريدون الوصول؟ يعني اليوم بعد حادثة أو اليوم بعد ما جرى في خلدة، اليوم ما ذكرى 4 آب، ما يجري على صعيد السياسي من خليني أقول يعني انسداد لا إمكانية حتى الساعة لولادة حكومة بعد عام على استقالة حكومة الرئيس حسان دياب، اليوم محاولات للوصول إلى ولادة هذه الحكومة على الرغم من أنه يعني رحنا إلى تكليف الرئيس نجيب ميقاتي بعد اعتذار الرئيس سعد الحريري. إذا كنا بدنا نسلم جدل بأنه الخلاف كان خلاف شخصي بين فخامة رئيس الجمهورية من جهة ورئيس سعد الحريري من جهة، اليوم لوين رايحين؟ طبعا اذا بدنا نحكي عن اذا بلشت سؤالك سؤال حضرتك لوين نحن رايحين بما حصل في خلدي مثلا وفي مناطق متعدده بما يحصل وخاصه اللي كانوا عم بيسكروا طرقات بالفتره ما قبل خلدي واستفزاز الناس على الطرقات استفزاز طائفي واستفزاز مذهبي وكان واضح انه يراد جار لبنان الى اقتتال مذهبي وطائفي خطير وبغيض يراد من خلاله انه نرجع حزب الله يجروه إلى محل لا يشبه حزب الله ولا يريده حزب الله ولا حتى يقولوا له أنه سلاحك أنت عم تستخدمه بالداخل بحرب أهلية فضلوا يا قوات دولية دخيلكم حزب الله عم بيدبحنا في لبنان تعوا ساعدونا لحتى نحمي حالنا من سلاحه وهذا واحد من الأهداف وهو توسيع مهام قوات اليونيفيل في لبنان اللي طرحت سابقا أو البديل إحضار قوات دولية متعددة الجنسيات لتكون تقوم بمهام في لبنان لحماية المدنيين من سلاح حزب الله في حال استخدم في الداخل. يعني لم يكن تقطيع طرقات بإطار الثورة وجع الناس والتعبير عن هذا الوجع. الناس اللي موجوعة. أنا ما مثل ما حضرتك عم تقول استدراج اليوم حزب الناس الله. الناس الموجوعة حقها تنزل تعبر وكنا موجوعين. أنا وأنت موجوعين. كلنا موجوعين من الأحداث الاقتصادية اللي بتحصل في البلد. لكن تماماً كما نحن موجوعين من الأحداث الاقتصادية في البلد وحقنا ننزل نتظاهر ونعبر عن رأينا ونطالب بتحسين الوضع لكن هذا ما بيتناسب مع الأحداث التي كانت عم تحصل وهو إذا واحد مريض ومعه بسيارته بده يقطع إلى المستشفى كانوا يفضلوا أنه يموت بالسيارة على أنه يقطعوه الساتر الترابي اللي بيقطعوه كمولد. صار في تجاوز لكل هذه القطاعات مثل ما حضرتك عم تقول اللي كانت تحضر في تجاوز بفعل وعي القيادة للمقاومة. طيب هذا الوعي. وتحديداً إذا بدك وعي الثنائي الشيعي للمرحلة التي يراد محاصرتهم بها. ولما أنا بقول مقاومة ما بس عم بقول حزب الله أنا عم بقول الثنائي الشيعي بجناحيه العسكري والسياسي والدبلوماسي والبدك إياه اليوم يراد لهذه المقاومة جرى إلى الاقتتال الداخلي لأنه بيعرفوا أنه الاقتتال الداخلي بيقدر يحقق غايات أكبر بكتير من الاقتتال مع إسرائيل. إسرائيل تعجز عن قتال المقاومة، إسرائيل تعجز عن حرب عسكرية مع المقاومة، الحل البديل هو فتنة الداخلية. كل المحاولات حتى الساعة لحد هلا وعي القيادة لم تنجر المقاومة إلى هذه الفتنة اللي حدثت. بس هذا لا يعني إنه شارع المقاومة لا يغلي. أوكي طيب أوكي يعني اليوم لما نقول إنه هذا لا يعني إنه شارع المقاومة لا يغلي ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني البيئة للمقاومة كمان ما عادت تقبل إنه قتل الناس بدم بارد بهذه الطريقة هو سهل على أي حدا بيقدر يعمله. طيب ما هو المطلوب؟ المطلوب أن اليوم حزب الله وضع هذه الحادثة لدى مؤسسات الدولة وحسب معلوماتي كان هناك إصرار قطعي بالوصول إلى نتائج لهذه التحقيقات وفي حال لم تصل الدولة اللبنانية ولم تقم بواجباتها في محاسبة الفاعلين بقتل هودي الشباب بهذا الدم البارد سيكون لحزب الله موقف آخر يحدد في حينه سيعبر عنه بس خطاب الأمين العام لحزب الله السبت المقبل بس مش سماحة السيد حسن نصر الله اللي
بيترك دم الشباب بتروح هدرا، وهذا ما قاله بالأمس يعني عندما توجه، وهذا واحدة من النقاط اللي ممكن يثيرها بخطابه القادم. طيب بس هذا يتطلب ماذا اليوم؟ يعني إذا بدك يتطلب إذا تريد الدولة اللبنانية بمؤسساتها، إذا تريد ضبط الوضع في البلد وعدم السماح لهودي العصابات بأنه يعبثوا بأمن البلد وفوضى البلد، أنه يضبطوهم ويحاسبوهم ويضربوا بيد من حديد. أما إذا كان هناك مشروع ما يراد للبنان جر هذه المقاومة إلى الاقتتال الداخلي على قاعدة أنه مطرح ما بتشوفوا شاب اقتلوه لأنه حيسكتوا، ما بنصحهم أنه يختبروا صبر هيدي البيئة كتير. هيدي البيئة بتصبر بوعي قيادتها وتعليمات وتوجيهات قيادتها، بس الدم مش رخيص عنا ابدا ولا يذهب هدرا ابدا. طيب هيدا كله هني تماما بيعرفوا انه دم المقاومين ودم هيدي الناس كما دم اي لبناني لا يذهب هدرا ومنه رخيص، بس قتل الناس بهذا الدم المخطط والممنهج والبارد هذا ليس من قبيل الصدفة وليس على سبيل الأخذ بالسأر، بقدر ما هو احتقان وجر هذه البيئة وهذه الجهة إلى الاقتتال الداخلي. هم بيعرفوا إذا فاتوا باقتتال داخلي خمس دقائق ما بيكمل، وهذا اللي قاله يعني النائب حسن فضل الله، ولكن بهذا الإطار. طيب إذا نقول أنه كل هذا يؤشر أنه كأنه هناك قرار اتخذ بدفع لبنان باتجاه انهيار شامل، هذا مصلحة من في نهاية المطاف؟ من مصلحة من يعبس بأمن لبنان ومن أراد انهيار لبنان. بس كيف في يعني هل إيران التي تتحكم بالموضوع النظام المصرفي في لبنان أو أمريكا؟ هل إيران هي التي تتحكم بصادرات لبنان وواردات لبنان أم أمريكا؟ هل إيران التي تمتلك بوارج حربية على مقربة من ساحل الشرق البحر المتوسط أم أمريكا؟ ماذا كانت تفعل الطائرات الحربية في الإسرائيلية وقت انفجار؟ نرجع للانفجار على مقربة من انفجار. طيب هذا سؤال برسم لماذا لا تقدم لنا ألمانيا؟ هذا سؤال برسم من؟ ليه تم استبعاد فرضية إسرائيل؟ أنا أحطه بسؤال بس تم استبعاد فرضية إسرائيل في ذلك التوقيت استفسادي يعني بشكل كبير. ليش أنا عم بستبعد فرضية إسرائيل؟ ليش ما حدا حكى بفرضية إسرائيل؟ ليه ما حكى بحدا بفرضية عمل إرهابي حتى ما هو الإسرائيلي؟ ليش ما حدا حكى بفرضية عمل إرهابي خارجي مدفوع لحتى يحصل هذا الانفجار في البلد؟ ليه؟ لأنه الدولة اللبنانية ما بتقدر يعني إذا بدك تتحمل عبء مثل هذا. طبعا لأنه بتعرف أنه الدولة اللبنانية يعني واحدة من التفاصيل، إذا كان عمل إرهابي فبالتالي كل التبعات والتأمينات المالية بتروح. طيب هيدا كله يدفعني للسؤال عن يعني مسار إذا بدك الحكومة فدرالي اللبنانية لوين رايحين نحن؟ الفدرالي؟ كل هذا الموضوع يدفعنا للقول أنه يبدو وكأن هناك في الأفق مشروع ما يدفع باتجاه البدء والبدء بصوت أعلى، لأنه كان همس من كم شهر، كان همس بلشنا بصوت أعلى أنه خلاص كل منطقة بمنطقتها تعيش باكتفاء الذاتي وبمواردها، وطالما إيران للشيعة وما بعرف مين للسنة. بس إمكانية واقعية لترجمة مشروع تقسيم بمساحة جغرافية مثل مساحة بعض لبنان. الأصوات بعض الأصوات السياسية في مناطق في لبنان تحدثت بشكل واضح وعلني مع بعض السفارات في لبنان ومع بعض الأشخاص خارج لبنان العربية، وأنه آن الأوان لإعلان الفدرالة في لبنان. نحن بالنسبة لنا مثلاً تركيا أقرب لنا من الدولة اللبنانية. طيب بس قد في أذان صاغية وقد في إمكانية لترجمة مثل هذه أذان صاغية خارجية موجودة ومهتمة، أما إمكانية ترجمة هذا الموضوع بوضعه بعهدة الدولة اللبنانية والنظام السياسي. طيب يعني عم تقول أنه رهان لم يتوقف وأنه اليوم رايحين بعد إلى رهانات أكبر وإلى محاولات أكثر لجر هذه المقاومة في مكان ما وأضعافها في إذا بدك يعني أتون فتنة داخلية وتحضير ما هو أكبر لذلك. وهذا هيدا ما كله يفسر مذهبة المساعدات التي قد تأتي إلى لبنان. مذهبة المساعدات بأي معنى؟ اليوم كيف في مؤتمر دعم للبنان؟ أنا حقلك من قال أنه مؤتمر دعم لفئات معينة؟ مؤتمر الدعم ما جاي للدولة اللبنانية بالمناسبة، هذا الدعم إلى جمعيات
التي تعنى بالمجتمعات اللبنانية ما جاي إلى الدولة اللبنانية، لأنه يعني مع الأسف مجتمعات المجتمعات جمعيات المجتمع المدني الـNGOs طبعاً. ليه تحضيرا لفترة انتخابات مقبلة؟ طبعا لأنه الجمعيات المدنية الـNGOs تتحضر للدخول إلى انتخابات النيابية. ايه؟ وبالمناسبة اللي ما بيعرف أنه هني عم بيحضروا نواب أو مرشحين في كل المناطق اللبنانية للدخول إلى المجلس النيابي. ليه لتغيير الأكثرية؟ لأنه يريدون كسر الأغلبية النيابية لفئة المقاومة أو لفريق السياسي للمقاومة. وهذا على نت السفيرة الأمريكية واضح أنه الموضوع الانتخابات النيابية بالنسبة لأمريكا هي أولوية، طبعا تحت حجة تحقيق الديمقراطية، بس الديمقراطية الأمريكية نحن نعرفها. طيب وضع كيف في حرص لبناني على إجراء هذا الاستحقاق؟ اليوم عبر عنا خطاب فخامة رئيس الجمهورية، عبر في نداء كمان إلى هذا الخارج، يا ريت وقال له الحرص أن لا يبقى لبناني يعول على هذا الخارج فلا تبديله. يا ريت الحرص أن لا يبقى خطابا بل يترجم إلى أفعال تبدأ من إجراء الانتخابات الفرعية. أي. التي تحصل في للمجلس النيابي، يبدأ من الإفراج عن التشكيلات القضائية. من يمسك اليوم بكل هذه؟ سألتني حضرتك عن القضاء من شوي. قال لك ليش القضاء مسيس، وليش هو ما في عندنا قضاء إلا مسيس. تشكيلات القضائية لم يفرج عنها حتى اليوم. إيه بس ما بقدر أفهمها أنا. من يمسك؟ المحاصصات الطائفية. أي. اللي عنده التشكيلات القضائية فخامة الرئيس طبعا. يعني أنا ماني جاي لحتى اتهم فخامة الرئيس، بس جاي حط أسئلة من حقي كمتابع وكمراقب. بس كل أسئلتك كانت بهذا الاتجاه أستاذ فادي، يعني كأنه عم تحط المسؤولية على عاتق رئيس الجمهورية. اليوم هو يمسك القضاء، هذا الموضوع. القضاء كل الأفرقاء السياسيين بتحفونا ليلا نهارا أنه القضاء مستقل ويجب أن يكون بعيد عن التجاذبات السياسية. ما معنى حبس التشكيلات القضائية حتى اليوم إلا حين أن يكون هناك تسوية سياسية بين الأفرقاء على التعيين القضائي؟ طيب كيف يجب معهم هذه القضاء لا تكون بمحاصصات سياسية؟ باختصار أستاذ فادي، للأسف الوقت وقتنا انتهى. اليوم إذا بدك تختصر مجمل المشهد ومرحلة ما بعد الغد، نحن لوين رايحين؟ نحن حتى اليوم لا أفق في لبنان محدد ومرسوم وواضح إلا الفوضى والانهيارات. حتى اليوم عم نشوف انه فرصة تلو الفرصة تضيع نتيجة حسابات سياسية شخصية ضيقة. ما حصل بموضوع تكليف الرئيس سعد الحريري كان واضح ان الخلاف الشخصي بين الرئيس المكلف والرئيس الشريك في عملية التأليف هو كان عائقا عن تشكيل حكومة وحده. بس بالإضافة لا طبعا مش وحده، بالإضافة إلى انه المحصصات السياسية للوزارات، وكأنه هذه الحكومة يراد لا أن تكون حكومة إنقاذ بل حكومة انتخابات. طيب. إشراف على الانتخابات. طبيعي يعني. لذلك الاهتمام بالوزارتين الداخلية والعدل لتكون منصة مهمة للإحاطة بالانتخابات. يعني يؤشر لنا هذا الموضوع أنه الانتخابات النيابية يجب وتحت يجب ثلاث خطوط أن تحقق النتائج المرجوة لبعض الأفرقاء السياسيين، وبالتالي حرص على التمسك بموضوع الداخلية هو مش منعا للتزوير بل تأمينا لنصاب قانوني موجود في الانتخابات. بس هو هيدا الحرص إذا بدك يعني يحتكره فخامة رئيس الجمهورية، ولا كمان هذا الحرص على هذه الوزارة أيضا عند الرؤساء؟ إذا نحن بدنا نكون وفق المبادرة الفرنسية، مبادرة الرئيس نبيه بري، اليوم الداخلية وكل الوزارات يجب أن تخضع لأشخاص اختصاصيين غير حزبيين. وحتى ما يقولوا أنه أنا على الـ NBN ما هأحكي، حتى المالية يجب أن يتسلمها اختصاصي غير حزبي. وإن كان موضوع المحاصصة الطائفية يجب أن يتنبهوا لها بأن تكون المالية مع الشيعة وفقا لما تم الاتفاق عليه في حكومة تكليف مصطفى أديب. واليوم إعادة رد الموضوع إلى الصفر بطرح الوزير جبران بسير على إحدى القنوات التلفزيونية أنه يجب أن تشمل المالية إلى المداورة، يعني مؤشر عدنا إلى المربع الأول للاشتباك السياسي. وسيبقى الشعب اللبناني رهين هذه الاحتسابات الطائفية ورهين لهذه المحاصصة البغيضة التي أوصلت لبنان إلى ما أوصلت إليه. كان الله في عون الشعب اللبناني، والرحمة والخلود لهؤلاء الشهداء الذين سقطوا في هذا الوطن الذي نأمل في يوم من الأيام أن تكشف حقيقته
هذه التحقيقات عما حصل في مرفأ بيروت لينفوا التهمة عمن اتهموه زورا وبهتانا مدفوعين من خارج إقليمي ودولي. شكرا لك مدير عام المجلة مرايا الدولية فادي بودية، أهلا وسهلا فيك. مشاهدينا الكرام نواصل 90 دقيقة وأستقبل ضيوفي بعد هذا الفاصل، الباحث في الشأن الاستراتيجي دكتور وسيم بزي مباشرة من تجبيل، والبروفيسور وسام شروف أمين سر المجلس السياسي في الحزب الديمقراطي اللبناني. ابقوا معنا. نتابع 90 دقيقة لهذه الليلة وأستقبل ضيفي في استوديو أمين سر المجلس السياسي في الحزب الديمقراطي اللبناني بروفيسور وسام شروف، أهلا وسهلا فيك. وينضم إلينا مباشرة من بنت جبيل الباحث السياسي دكتور وسيم بزي عبر سكايب، أهلا وسهلا فيك دكتور وسيم. تحية لحضرتك ست سوسن وللدكتور وسام ولعموم مشاهدي الام بي ام، ونحن منستغل هالمناسبة الليلة معك ست سوسن لنعزي أهالي ضحايا مرفأ بيروت بعد مرور سنة على المجزرة الرهيبة التي ارتكبت، ومنتمنى أنه تكون الذكرى اليوم فعلياً تحاكي وجع أهالي الضحايا بدون أي أولوية أخرى. هل حاكت وجع أهالي الضحايا دكتور وسيم من خلال يعني مشاهدات ومجريات هذا النهار الطويل، وصولا إلى يعني مشهد الفوضى والتكسير ومحاولات الفوضى اللي شفناها يعني منذ قليل؟ يعني أكيد لحظة الحلقة اللي انطلقت معك هلأ صار فينا نعطي خلاصة لهذا اليوم الطويل اللي كنا منتمناه فعلياً، صلاة حقيقية بالمعيار الوطني بالمعيار الديني وبالمعيار الأخلاقي، تحاكي روح الضحايا الذين سقطوا، تحاكي حجم الألم والدمار الذي وقع على أهالي بيروت، وليس الاستثمار السياسي البشع اللي حاول البعض اليوم أن يناضل لكي تكون أعلامه الخاصة وأعلام الحزبية الذاتية تغطي على مشهد وجع أهالي المرفأ وإحياء الذكرى. صحيح ست سوسن أنه اليوم قداس البطرك الراعي مفهوم بإحساسه بوجع الضحايا بمحاكاة نتمنى أن تكون وطنية ومفهوم أن تكون مسيحية، لأنه أكيد في أحياء دمرت ببيروت جزء منها كبير مسيحي، لكن هذا لا ينفي أنه الوجه الإسلامي للدمار وللضحايا كان موجود أيضا، وبالتالي نحن بهمنا الصورة الوطنية للمناسبة، وهذا أمر يعني كان يجب أن يكون طاغي على المشهد. واضح أنه ما روج لمناسبة الذكرى إجا دون المستوى بكثير من حيث الاستثمار السياسي والتخريب الأمني وتوظيف المناسبة بخدمة أجندات جانبية، هيدا الأمر واضح تماماً أنه إجا دون 50% مما روج لإله، وبالتالي هدف أن تكون مناسبة 4 آب بالذكرى السنوية الأولى تحاكي أهداف 14 شباط 2005 ليس ببعد الجرم الذي استهدف قيادي كبير بحجم الرئيس الشهيد رفيق الحريري، بل بإرادة المستثمرين الداخليين والخارجيين لتوظيف القضية. اليوم في خيبة كبرى للمستثمرين الجانبيين، في نجاح للقوى الأمنية، وفي حفاظ على صورة الدولة رغم كل الهوان والضعف والتهتك اللي عم بتعيشه هذه الدولة. الدولة اليوم كانت حاضرة، حافظت على حد أدنى من صورة المناسبة والاحتفاء فيها بالمعيار الوطني، وأنا برأيي الهزيمة الكبرى الليلة هي لمن حاولوا أن يسرقوا هذه المناسبة كما حاولوا أن يسرقوا غير من المناسبات وتوظيفها في سياق الأجندات الخاصة.
بروفيسور شروف، يعني توافق على أنه كان هناك من يريد الاستثمار اليوم وبشكل كبير؟ تحدث دكتور وسيم بزي عن استثمار سياسي بشع، وكان مكشوف إذا بدك حتى الأعلام والهوية، حتى ولو بمطرح من المطارح جاءت الصورة الوطنية منقوصة في مكان ما، ولكن بالمحصل يمكن القول بأنه ما رسم لهذا اليوم إذا بدك لم فشل يعني المنظمون في الوصول إلى الأهداف. شوفي، أنا بحب أفصل بين شقين، وبنفس الوقت بحب أفصل بين مسارين. بين الشقين رح أقول أنه مش ذنب أهالي الشهداء المحقين في صرختهم وفي وجعهم وفي ألمهم، ما أنه أي ذنب إذا أراد البعض من هنا وهناك الاستثمار على ألامهم. بس ما حد حملهم هذا الذنب. لا طبعاً لا، أنا أقول طبعاً. نعم. ولكن أنه ما حصل بالأرض فيه له شقين، هناك فريق سياسي أراد الاستثمار وفشل هذا الاستثمار، ومن المنطق الطبيعي أن يفشل الاستثمار في الدماء الذي تعودنا عليه من أساس اللبنانيين عبر العصور. دائماً بيكون في دم بيستثمروا بهذا الدم. اليوم باللي حصل على الأرض مثل ما تفضل دكتور بزي، فشل هذا الاستثمار فشلاً واضحاً وبائناً. بالمقابل هناك أهل الشهداء اليوم بهاللحظة ما بيعنيون شيء تاني، لا بيعنيون الكلام، لا بيعنيون نحكي عن حصانات، ما بيعنيون نحكي عن أي شيء آخر. ما يعنيه نحن اليوم كان صرختهم هي الأولى، بيعنيون الحقيقة وفقط الحقيقة. وهون أنا قلت لك بهاي النقطة بدي كمان انطلق للشقين لقول أننا نحن بهاي اللحظة لأهم شيء لازم تكون عندنا الحقيقة ثم الحقيقة ثم الحقيقة لنصل إلى العدالة. بس من غير المقبول أن نتسرع في إلقاء الاتهام جزافا هنا أو هناك لنكون نحن عم نقول هذه هي الحقيقة. بس في حقيقة كاملة في لبنان؟ ما هذا سؤال أساسي. لا بس نحن شوفي، إذا جينا شفنا وقرنا هيك بشكل بسيط ما حصل في فرنسا بانفجار يشبه ما حصل في بيروت بأحد المدن الفرنسية المهمة بال2001 يمكن أو 2000، بقوا 10 أو 11 سنة للتحقيقات وصلت إلى مسارها. أنا مش عم بقول نحن لازم ننطر، لا نحن بنتمنى نوصل هالسنة، بنتمنى القرار ظني يطلع قبل آخر السنة، بنتمنى نشوف المتهمين والمقصرين مثل ما لازم يكونوا حكموا المحاكم العادلي. بس بقول أنا من غير السليم ونحن ندفع باتجاه ضغط يكون مبرمج أو مدفوع من غير قصد من هم معنيين بالأمر، لنقول نحن ها ممكن وصلنا للحقيقة، ونكون نحن تائهين بمكان آخر. يعني هناك من يخدع أو يدفع بهذا الاتجاه، يخدع أهالي الشهداء أو يأدى. أنا مواطن لبناني من, من, من هذا الوطن، بشعر أنه كل شهيد سقط وكل جريح بخصني، وأنا بمنطقتي وبضيعتي فقدت شاب عزيز وشاب بأول حياته، وفقدت أصدقاء وأصحاب كثير. فبالتالي الحقيقة اللي بتخفف عننا ألم كلنا وبتخفف عن أهالي الشهداء هذا الوجع اللي بيعصف فيهم، هو أن يوصلوا للحقيقة الصحيحة، مش يوصلوا لشبهة الحقيقة. أنا شو بينفعني إذا أنا اقتصيت من شخص وما لهش علاقة؟ بس في حقيقة صحيحة وحقيقة خاطئة. لا، في دفع بالضغط السياسي أو الشعبي أو الشحن الموجود على الأرض للدفع باتجاه مختلف عن الحقيقة. نحن نريد الحقيقة كاملة. الحقيقة بتقول لازم نعرف من أتى بالنترات إلى المرفأ. الحقيقة بتقول من غض النظر عن وجود هذا النترات بالمرفأ. الحقيقة بتقول كيف بقي النترات بالمرفأ طيلة السنوات اللي كانت قوات الإجنبية كلها موجودة. يعني في أجوبة كثيرة مطلوبة مثل ما حضرتك عم بتقول، عن أسئلة بديهية طبعا، ومن بعد منها طبعا من قصر ومن غير قصر. وهون أنا بدي أقول كمان جربوا، إذا بتلاحظ بالفترة الماضية يعني التصويب وبشكل محدد على من يرفض رفع الحصانات. أنا بالنسبة لي ما شفت حدا إلا مستعد لرفع الحصانات. إذا جينا نحن نحكي بالمؤسسة الأساسية التي تعنى برفع الحصانات وعنات فيها المجلس النيابي الكريم، طب من يمثل المجلس النيابي؟ هو رئيس المجلس النيابي اللي هو بنفس الوقت محامي وقانوني، عنات بهالكلام دولة الرئيس نبيه بري، لأنا ولا بتصريح سمعته منه ولا بتعبير صدر عنه إلا ما بيأكد إنه هذا ذاهب إلى رفع الحصانات، وعم بقول نحن لا نريد شيء إلا الحقيقة. فخامة رئيس جمهورية أعلن إنه هو كرئيس جمهورية مستعد للذهاب إلى رفع الحصانات. معناتها نحن لازم يكون هدفنا أن نصل إلى الحقيقة الصحيحة وليس الحقيقة التي يراد بنا أن نظن أنها يعني هذه هناك الحقيقة. من يدفع باتجاه حقائق أخرى مثل ما حضرتك بالتأكيد ليستثمر فيها، مثل ما في استثمار على الأرض في استثمار بالسياسي وفي استثمار بالحقيقة. خلينا نشوف شو كان المراد من خلال هذا الاستثمار. بمثل نحن لا نزيل نعيشه حتى اليوم، ذكر استشهاد الرئيس رفيق الحريري، بدأنا بالضباط وبدأنا بسوريا وبعدين رحنا لمحل تاني وبعدين وانتهينا. فبالتالي مثل ما هون في استثمار قد نصل إلى المطالبة بتحقيق دولي في لا شوفي نحن بما يحدث الآن وبالدور اللي عم بكون فيه المحقق العدلي يبدو أنه وحتى بتصريحاته بما يقال عنه أنه يستطيع أن يقدم. ونحن ليش عطول بدنا نشوف الفرنجي برنجي؟ نحن لدينا الكفاءات والشخصيات القادرة. إذا استطاع هذا المحقق العدلي أن
أن يمتنع عن الرضوخ تحت أي نوع من التهديد أو الضغط ويكفي بالمسار اللي هو ماشي فيه، لا بالتأكيد ممكن يوصل لحقيقة. هي المفارقة أنه دائما أصحاب إذا بدك نظرية السيادة والاستقلال يطالبون بتحقيق دولي، صحيح. يعني لا ثقة لهم بالقضاء المحلي. خلينا نروح إلى دكتور وسيم بزي. يعني أستاذ وسيم، ما الذي كان يراد من خلال هذا الاستثمار واللي حضرتك قلت في بداية هذا الحديث أنه النتيجة أنهم فشلوا فيما كان يراد أن يعني اليوم يتم التوصل إليه؟ شو كان مرسوم للبنان من خلال هذا اليوم وتأسيسا لأي مرحلة في الغد؟ حقيقة يعني التحضير اللي واكب مشهد اليوم، حجم الضخ على مدى أسابيع، توظيف إمكانات هائلة في قلب الحدث اللي شهدناه اليوم، مؤسسات إعلامية إلى أكثر من أسبوعين لثلاث أسابيع وظيفياً عم تشعن وعم بتأسس وعم بتحضر وعم بتمارس كي وعي على الناس تحت عنوان الضحايا. أكيد نحن منحترم الإضاءة على ملفات الضحايا فرداً فرداً، سواء كانوا شهداء أو جرحى أو أصحاب مؤسسات أو أصحاب بيوت، لكن المؤسف إنه هذه الإضاءة ليست خدمة للمعاناة التي عاشها هؤلاء، وليست دفعا للعدل الذي يبحث عنه هؤلاء، بل كانت توظف بشكل واضح تحضيريا على مدى أسابيع بالخلفية السياسية للمشهد. لاحظي مثلا وبالإطار اللي بدنا نشمله كل الزوايا، أكيد في دول أجنبية على رأس الولايات المتحدة بدون كفوف مراهنة بمشهد اليوم وتدل بالأصبع. أول شيء قدرة ما يسمى المجتمع المدني بمفهوم هني على إثبات حضوره بمشهد اليوم، هذا الأمر لم يتوفر، بل الذي ظهر اليوم هني مخربون ضاربون للبنية التحتية لمشهد وسط بيروت. بيروت دائما التكسير والضرب والتعدي هو أساس القدرة على إثبات الذات. تصوري أنه حزب القوات اللبنانية كأحد الأحزاب الأساسية بالراية المرفوعة اليوم ما قدر يتحمل وجود الحزب الشيوعي وراياته بساحة مثل ساحة الجميزي. لهالسبب مشهد الاعتداء على الشيوعيين اليوم له كثير من العبر. المنطق الإلغائي الذي يحكم هذا الأداء، الرغبة بتوسيع الزوم إلى حد الأقصى لكي يكون مشهد حزب القوات طليعي في الإطار. وهون منستذكر لما إجا الدكتور جعجع من أشهر على الجميزي وأريد أن يظهر الأمر كأنه تصفيق فقط للدكتور جعجع ومن يمثل، واضح أنه في رغبة اليوم باستبعاد التيار الوطني الحر وتيار المردة وكل القوى الحزبية المسيحية التي تناصب العداء أو الخصوم للمشروع الذي يستثمر اليوم. كان هيدا جزء منه معركة انتخابات نيابية آدمة، معركة شد عصب للناخبين على قاعدة التحريض، ومعركة انتخابات رئاسية قادمة، ومحاولة تأجيج أمل أمريكي بأن هؤلاء يمكن أن يكونوا بالاستثمار السياسي البديل القادم للطبقة السياسية الحالية. هيدا المشهد اليوم عاري ومكشوف. يعني أكيد انتصرتوا بصراع السياسي الحاصل اليوم وصراع انتخابي مثل ما حضرتك عم بتقول، طالما أنه هيدا وجه منه ما اختصرت من وجوه ست سوسن، هيدا وجه من القصة. القصة إلى أبعاد تانية أكبر بالإطار الاستراتيجي. نتحدث عن هذه الأبعاد ونسأل عنها، ولكن بدي أسأل بس يعني بس رأي سوسن. بس ملاحظة سوسن، ملاحظة اللي شهدناه اليوم من عراضات من محاولة توفير بيئة أمنية لاقتحام مجلس النواب، العراضات السياسية والصور، اكتشاف السلاح ووضعه على أجهزة ومواقع تواصل للجيش عليها الجعب حركة أمل ثم حذف لوجو الجيش لاحقا، غير من المشاهد المستخلصة اليوم بدل أنه اللي شفناه اليوم له علاقة بكل شيء
إلا بأصل المناسبة اللي هي مرور سنة على إحياء هذه الذكرى الأليمة ومتطلبات ما يجب أن يبنى عليه بسياق التحقيق من جهة، بسياق السياسي من جهة، وبسراء الصراع الكبير الذي يخاض في البلد وعلى البلد بالمرحلة المتأججة التي نعيشها على مستوى الإقليم. عدد الكثير من النقاط ولخص يمكن هذا المشهد اللي عاشه اللبنانيين اليوم بروفيسور. أول شيء شفتك عم تحط ملاحظات إلى أي مدى توافق على يعني هذا العرض اللي قدمه دكتور وسيم بزي، وبحال التسليم بأنه هناك من فشل اليوم في الاستثمار الذي كان يراد من خلال الوصول إلى أهداف معينة، كيف سينعكس على المنظمين؟ بمعنى أنه سينعكس يعني الفترة المقبلة شو المزيد من الضغط والمزيد من التسييس، المزيد من التسخين، أم لا تسليم بأنه هناك فشل ما فلنذهب إلى خيارات أخرى؟ أول شيء اسمحي لنا أن نوجه تحية للجيش اللبناني والقوى الأمنية لهذا الوزر الذي يتحملونه يوم بعد يوم، لما نشوف نحن بكل الأراضي اللبنانية مش عم يلحقوا يحلوا مشكل تنعم مشكل. أنا هلق جايك من جنوب من حصبية، جيش لبناني بالمنطقة الحدودية بالأزمة اللي صارت اليوم منكفي على الطريق، منشوفه منتشر على كل الطرقات على مداخل بيروت للمراقبة طبيعي، وبعد يعني المشاكل بعد أيام قليلة كمين خلدي صحيح. نعم، ومنوصل على بيروت منشوف الأزمة اللي صايرة، بتحسي هناك بهذه الأزمة المعيشية والضاقة الاقتصادية اللي عم تخنق كل الناس ومن ضمن القوى الأمنية والجيش اللبناني، منشوف أنه عم يستبسل بالعمل الجاهد لإرساء الأمن بكل الوطن، وهذا الشيء يريد استنزافه بشكل أساسي بروفيسور. ما يمكن يكون من بعض الأمور الهدف منه استنزاف الجيش بهالطريقة، بس الجيش عم يثبت يوم بعد يوم أنه لا يزال هو المؤسس الوحيد اللي تحظى بإجماع كل اللبنانيين ولتقوم بالدور الملش فيها. بس أنا بدي أروح لأقول أنه عم نحكي عن نجاح المنظمين أو فشلهم، أنا بالنسبة لي بينجحوا ولا 60 عمره ما ينجحوا أنا مش سألين عنهم، أنا أهالي شهداء وأهالي ضحايا نحن اللي بدنا ننجح بإرساء الحقيقة وإرساء العدالة ووضع من يجب أن يوضع في السجن ومن يحاكم من يجب أن يحاكم. ولكن لا، ما بعد بكير لننجح، لأنه نحن ما نجي نسأل حالنا ليش اليوم صار هيك، ليش بأربعة صار هيك، ليش كل تاريخنا هيك قاتم، لأننا نعيش في نظام أسوأ ما يعني شو ما تعبرتي عنه ما فيك توصفيه. هذا نظام المعتق طبعا، ليش شو اللي انفجر بالمرفق؟ انفجر بالمرفق الفساد، انفجر العهر، انفجر الكذب، انفجر الخداع، انفجر هذا الموقع الطائف اللي تحدث عنه الدكتور بزي، انفجر هذا اللي ممنوع احزن اذا انا صديقي مسيحي ممنوع احزن عليه وممنوع احزن علي، ما انا وياه نفس الوطن ونفس هناك الاهل. هناك من يحتكر حزن اللبنانيين، ولكن بالحقيقه مش هيك، نحن الشعب مش هيك، انا عم بحزن على صديقي المسيحي وصديقي المسيحي عم يحزن علي، كل الطوائف عم تحزن على بعضها. هؤلاء الذين يريدون أن يحرفوا هذه الأمور مش عم ينجحوا، فهذا النظام نظام المعتقلات المذهبية الذي لم يعد له مثيلا في العالم هو من فجر اليوم؟ هو من فجر بأربع عام، هو من تسبب نتيجة الفساد الذي وصلنا له بالمؤسسات، وصلنا له بالمؤسسات العامة، بالمؤسسات الخاصة، بكل المحلات، لما نحن وصلنا للنظام ما عادش في حدا مسؤول، نحن دخلك بالمرفأ، خلينا نحكي عن المرفأ هيك بكلمتين بسيطين، طيب المرفأ من سنوات وسنوات في اللجنة المؤقتة لإدارة المرفأ، المرفأ في 20 جهاز أمني. المرفأ بتعرفيش مين مسؤول ومين مش مسؤول، بتجي بتقولي طيب نحن بدنا ننتهم الأمن العام، طيب يخيل الأمن العام لديه صلاحيات على موضوع البضائع ولا شغلته بالأشخاص، بتفوتي بدوام كتير كبير. كما هو حال كل الملفات في لبنان للأسف، يعني دائما تدخل في هذه الدوامة القاتلة. لازم نقتنع كلنا أنه نحن يجب أن نسعى جاهدين لتغيير هذا النظام. يستحق شوفي مع هذا النظام لا فينا نعمل انتخاب رئيس جمهورية مزبوطة، ولا فينا نعمل انتخابات نيابية مزبوطة، وكل ما نشكل الحكومة في عقبة، وكل ما يصير في عنا أزمة بتشبه انفجار المرفأ. يمكن انفجار المرفأ كان عنيفا ومحزنا وضخما لدرجة دمر الوطن ودمر، ولكن هو الطبيعي بهذا النظام الفاسد يودي لهون. أنت ما فيك تتأملي إذا عبتكلي علقم أنه تنبسطي بطاعته وتحسي حلو. نحن اليوم قادرين نروح إلى تغيير هذا النظام، نحن عاجزين اليوم عن يعني ذهاب إلى تشكيل حكومة وما تضع حد لهذا الانهيار الخاص. نحن لأنه عايزين عن تشكيل حكومة، لأنه نحن هذا النظام عم يولدنا أزمات، في عنا حل من اثنين، أو نرضى بهذا النظام أن يبقى مستمرا ونذهب إلى الموت المحتم والذي لم يعد من الممكن أن نخرج من الأتون اللي ذاهبين له، أو بدنا نقول نحن آن الأوان خلص مش راح نموت، يا خي أنا عندي مرض عضال بس عم بسألك. آلية الخروج من هذا النظام، نحن كلبنانيين اليوم نمتلك هذا القرار. معناتها إذا ما نمتلك لازم نعترف ونوقف ونقول نحن عاجزين، نحن قصر، بدنا حدا ينتدبنا، حدا يحتلنا، حدا يكون وسع علينا، حدا يكون له دور، لأنه إحنا لازم نعترف لأنفسنا. بينما بالحقيقة لازم إحنا عنا كل الشخصيات والكفاءات والرموز الوطنية التي تستطيع إذا نوت وإذا كان هناك عدم تدخل خارج. لأنه البعض لا يزال يرتبط بالخارج، وهذا البعض المرتبط بالخارج عم بحاول ينفذ أجندته بكل حدث. طالما نحن اليوم عم نشوف استغلال
للدماء التي لا تقدر بأثمان، عم نشوف استغلال إلها، فبالتالي في البعض مستعد يستثمر بالدماء وبغيره وبغيره. طب هذا يؤدي إلى نتيجة تقول النتيجة أنه لا إمكانية لتغيير هذا النظام بهذه العناصر الموجودة إذا. بما أنه نحن صعوبة نغير النظام، وبما أنه نحن بدناش نحكي بالمستحيل، نحن بنتوجه للشعب اللبناني لنقله تغيير الأنظمة بصير بحلين، أو بصير بحرب وبعد الحرب بيقعدوا الزعماء والرؤساء والمسؤولين على الطاولات، أو بصير بانتخابات بالسلم بانتخابات نيابية. إذا أتت الانتخابات النيابية اللي صرنا قاب قوسين أو أدنى منها، رغم ما أخذنا على قانون الانتخاب، رغم أنه هالقانون الانتخاب في كتير من الشوائب، ولكن بالحد الأدنى إذا الشعب أخذ القرار بيستطيع أنه يغير، وساعتها هذا الشعب بيكون بدأ بالتغيير اللي عم نحكي عنه لتغيير هذا النظام. لو غيروا 30% 20% 40% 50% بيكون نحن انطلقنا نحو تغيير هذا النظام لنذهب على قليل لأمل جديد. نحن ما فينا بهالنظامنا نقلب الصفحة من ميل لميل ونقول انتهى البلد، لا، نحن بدنا نقلبه تدريجيا بأقل تكلفة ممكنة. هالتكلفة الأقل شيء ممكن اللي بيدفع ثمن اللبنانيين يقتنعوا انه النايب مش هو اللي بيعزي وبيهني، ولا النايب اللي بيدفع مصاري من جيبته، النايب اللي بيعمل مشاريع قوانين وطنيه ترعى المواطن والمواطنين وبتعمل على رافق شانهم. لازم نقتنع انه انا الفاسد اذا كانوا من بيئتي ولا من طائفتي ولا من فريق السياسي لازم ارفضه ولازم امضه، لازم انا اكون بضيعه اقتنع انه انا مواطن لبناني كل المواطنين اللبنانيين. طيب هيدا لحظه بناء الدوله اللي حضرتك اللي كلنا عم نحلم فيها، ساعتها بصير هذا الانتماء لا. الوطني نحن عشوف عم نسال مين العربي قبل ولا الحصان قبل؟ لا الحصان قبل، يعني نحن لازم نروح للانتخابات نصوت صح، لانه نحن عدم تصويتنا الصح عبر سنوات وسنوات نحن شاركنا بهذا الفساد ونحن انتجنا هذا. التصويت الصحيح كمان يتطلب قانون انتخابات عادل يؤمن هذا التمثيل الصحيح اخر شيء لا تروح الى تغيير. انا بدي اسال الناس اذا الطبقه السياسيه اللي بتعرف انه الانتخابات هي المعيار لقص رقبتها ولا شايله من هالمعادله، اكيد رح تبقى تتمسك بقوانين انتخاب بتامن لمصالحها. اذا الشعب باي قانون انتخابي حتى الأسوأ على الاطلاق اخذ قرار حازم، وهو الناس كله اللي موجوعين والمقهورين اللي دمرت عاصمتهم، قتلوا أولادهم واستشهدوا، انجرحوا، اتهجروا من بيوتهم، تشلحوا مصرياتهم اللي كانوا محوشينها من زمان، دمروا الاغتراب اللي له 100 سنة برا، كل هذا نحن عم يشحذونا البنزين وعم نوقف في طوارئ الظل. إذا كلها ما دفعنا لنحن نروح ونغير بأي قانون انتخابي كان بالمنيح وبالوحيش، نروح ونغير هذه الانتخابات وننتج طبقة سياسية جديدة ومخلصة ووطنية، بنكون الحق علينا ونحن شركاء بهذا الفساد. دكتور وسيم، سنذهب إلى هذا التغيير اللي عم يحكي عنه بروفيسور شروف، وهل توافق بأنه يعني انفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب كان انفجار لكل هذا النظام الطائفي والمعتقلات الطائفية كما سماه، وماذا عن الدفع باتجاه اليوم يعني الوصول إلى نظام جديد في الوقت الذي يعني ترسم فيه خارطة جديدة لكل هذه المنطقة؟ حقيقة يعني حق ومنطق طبيعي من الدكتور وسام والخلفية السياسية اللي بيمثلها أن نحلم جميعا معه بأنه هذا النظام بحاجة إلى إعادة صياغة تأسيسية. صحيح أنه الامتحان بأربعة آب من السنة الماضية كان محطة في هذا السياق، 17 تشرين 2019 كان محطة أيضا سبقت هذا الأمر، لكن بكل أسف كل هذه المحطات غير كافية لإحداث الوقع المطلوب جذريا، مش فقط بالقوى السياسية اللي عم تتهم، اللي هي بالأخير انعكاس لإرادة الناخب بشكل أو بآخر لممارسة ديمقراطية. وأنا برأيي إذا بنعمل انتخابات قريبا جدا وعلى أساس القانون الحالي، الفارق اللي بيطلع لن يتجاوز 10 إلى 15% إذا كنا شديدي التفاؤل. وبالتالي المسألة أبعد من خيارات الناس، المسألة بطبيعة النظام الطائفي الموجود بالبلد من 43 ويمكن من سنة 20 اللي احتفلنا بمئويته الأولى. الأمر الثاني ست سوسن أنه نحن بهاي اللحظة بالذات مهم جدا أن نحلم بالتغيير وأن نسعى إليه، لكن الأهم الآن أن نحافظ على البلد بظل صراع كبير محتدم بالمنطقة، أن نحافظ على الدولة ككيان حاضن كهيكل عام يبقى ملاذ لإلنا جميعا، ومن صلب هذين العنوانين ممكن أن ندفع باتجاه التغيير. للأسف التغيير المنشود لن يكون بعد داخلي فقط، يحتاج أن يتكامل مع بعد خارجي. ملفات المنطقة وأزمات دول المنطقة مربوطة ببعض البعض على قاعدة الأواني المستطرقة،
وهناك حلفين كبيرين يتواجهان الآن على قاعدة خيارات استراتيجية. لبنان الصغير هذا المأزوم في قلب هذا الصراع، وما حدا بيقدر يقول من خلال طرف إنه الحياد أو التدويل كافي لبناء جدار عازل حول هذا البلد الصغير على طريقة سور الصين العظيم. لا، لبنان أصلاً منذ لحظة تأسيسه موجود في قلب الصراع، فما بالك إنه بين استقلاله بال43 والجلاء بال46 وولود كيان العدو ولادته بال48 هناك سنوات قليلة. لذلك الآن أنا برأيي التركيز الأساسي بالنسبة لإلنا البحث عن مشتركات وطنية بالحد الأدنى، ترتيب أولوياتنا وحقيقة ما نريد، أن نكف على التآمر وأن نكون أدوات بيد الخارج والتعاطي مع شريكنا الوطني كعدو. ومشهد اليوم للأسف في كثير من الإضاءات على هذه القاعدة من التعاطي، لذلك مهم جدا أن نستخلص العبر نحن وياكم الليلة مما جرى اليوم ربطا بما جرى بخلدي، وأن نتوقف عند بياني حزب الله، الأول اللي طلع بالنسبة لخلدي والثاني اللي طلع بالنسبة لذكرى المرفأ، وأن ندعو نحن وياكم اليوم المحقق العدلي ليفترض أنه يحوز على ثقة الشعب اللبناني أن يكون بمستوى آمال الأهالي ومستوى آمال اللبنانيين، أن يخرج هذا الملف من التسييس الذي صبغ المرحلة الأولى منه، وأن يذهب نحو قراءة مفصلة لحقيقة النترات وتوقيت حضوره. هون أنا بدي ذكر بالموقف الوطني اللي قاله الأستاذ سليمان فرنجية من أسبوعين وخاطب فيه المحقق العدلي بشكل مباشر، أنه يعرف من أحضر النترات ولأي هدف. صحيح أنه مسار الإدارة بالتعاطي داخل المرفأ مع هذا الأمر والفساد والتخلف عن إداء المهمات ومحاسبة من يفترض أنهم مسؤولين هو مهم، لكن في ما بين هذا العنوان الوسطي مجيء الباخري بال2014 وسبب وحقيقة الصاعق الذي فجر المرفأ، وهيدا أمر فيه كتير علامات استفهام عليه. وأنا قلت ست سوسن معك بحلقة قد يكون مرق عليها أشهر طويلة إنه هناك تداول حقيقي لمعلومات في أوساط غربية وأمريكية بالتحديد أن الولايات المتحدة زودت العدو الإسرائيلي بأسابيع قليلة قبل الانفجار بصاروخ من نوع خاص لا يرى ولا يسمع، قد يكون استخدم قبل أوانه من قبل العدو، وقد تكون النتيجة التي ترتبت على الأحياء المدنية أتت خارج المتوقع. والبعض عم يهمس أنه المصور الراحل بجاني قدر يصور فيديو تم تداوله ربطا بهذا الأمر. أنا عم ثير هذه الأمور لأقول أنه قضية المرفأ هي 3 أجزاء وليس فقط الفساد والأداء الإداري للمسؤولين داخل المرفأ ولمن تعاقب من وزراء سابقين أو قيادات أمنية، علما أنه حتى بالموضوع الإداري هناك استنسابية، هناك اجتزاء، في ناس اندعت وفي ناس ما اندعت، وهناك إرادة نيل من قيادات وطنية كبيرة أمنية إلى يد البيضاء على لبنان على مدى سنوات باستهداف توضع عليه الكثير من علامات الاستفهام، علما أنه هناك أجهزة ومؤسسات أمنية مسؤولة مباشرة بالمرفأ لم تستدعى ولم يشار إليها بالأصبع تحت عنوان مبررات واهية. آخر ملاحظة ست سوسن، سمعت السيد حسن نصر الله أكثر من مرة وجه للمدعي العام وللأجهزة الأمنية نداء أن ينشروا ما لديهم من تحقيقات حتى الآن، ملاحظة أولى. ملاحظة ثانية، الفرنسيين والدول الغربية التي شاركت بالتحقيق لم تنشر حقيقة ما وصلت إليه من معطيات
أو من صور جوية أو من أقمار صناعية حول حقيقة ما جرى. وبدي ذكر هون أنه نفس هذه الدول رفضت التعاون مع المحكمة الدولية والتحقيق الدولي بقضية الرئيس الشهيد رفيق الحريري. خليني أطلع بفاصل وأعطي الكلام للبروفيسور شروف مباشرة بعد هذا الفاصل. نتابع 90 دقيقة بروفيسور شروف، يعني تحدث عن أو أثار كثير من النقاط دكتور بزي، وبالوقت اللي ممكن كل نقطة قد تفتح الكثير صحيح. على علامات استفهام، ومثل ما حضرتك أنت عم بتقول يمكن قد يكون المعنيون الأساسيون اللي هن أولياء الدم اليوم غير معنيين بكل هذه التفاصيل، وهم ينتظرون حقيقة واحدة تقول لهم ما الذي جرى، وأنه اليوم دم هؤلاء الشهداء لن يذهب هدرا. شوف أنا بدي أقول أنه لازم الطبقة السياسية تقتنع أنه اللي حدث مش شغلة صغيرة، مش شغلة عابرة، ما يرهنوا أنه الناس رح تنسى، لا الناس بلبنان كله رح ينسوا، لا اللي تدمروا بيوتهم رح ينسوا، لا اللي تهجروا وتشردوا رح ينسوا، لا اللي انجرحوا رح ينسوا، ولا اللي استشهد لهم أحباء وأعزاء بالانفجار رح ينسوا. أنا برأيي إذا هني مراهنين على هالشي بده يتوقع انه بده تيجي لحظه اهالي الشهداء والجرحى وكل هول الناس رح يفقدوا، لا رح يجنوا، لا قصدي انه رح يوصل للحظه انه رح يفقدوا كل اعصابهم ورح يفقدوا كل الضوابط اللي متمتعين فيها. وانا بسمع على التلفزيونات وبالقاعدات وبكل شيء قديش هن يعانون، وعم بيقولوا نحن مطولين بيننا مطولين، بس اخر شيء لن نقبل تحت اي شعار تحت اي ظرف انه نحن نتاكل حقوقنا او انه تنطمس القضيه حتى لو اضطرينا لاخذ حقنا بايدنا. مش هيك؟ انا بدي اقول اللي تفضل فيه الدكتور بزي الصديق العزيز والباحث السياسي المهم دقيق ومهم كثير، ولكن بهاي اللحظة ها الصراع الدولي والصراع الإقليمي، أنا عندي حدا عزيز فقدته كله ما بيعنيني، أنا بدي الحقيقة. بيجي طالما أنا قبلت كدولة لبنانية بتعيين محقق عدلي عنده صفات النزاهة يقوم بدوره كما يجب، لازم أعطيه كل الدعم، ويجب هذا المحقق أن يوصلني لقرار ظني بوقت قريب. هلأ إذا بكرة المدعي العام وصلنا لقرار ظني في شوائب بصير أنا عندي ما أخذ عليه، بقول هو لم يراعي كل الظروف وعمل كيف عملت المحكمة الدولية. ما بلشت هذه المآخذ، يعني في أسئلة اليوم مطروحة حول أداء ما، حول سلوك ما، حول استدعاءات معينة ما، ليه بهذا الاتجاه وليس بذاك الاتجاه؟ أنا بما أنه ما عندي أنا وأنت والناس اللي عم تحكي كل المعطيات، معناتها نحن عندنا نقص بالمعلومات اللي موجودة عند المحقق العدلي اللي بده يطل فيها. نحن بس يكتمل المشهد من سن المحقق، ولكن نحن نبني على ما هو ولكن أو ما نعرفه أو ما نراه. ولكن أنا مع شغلة مهمة كثير بالقضاء ونظرية مهمة كثير ولازم نعمل عليها، هي سرية التحقيقات سرية العمل القضائي. هاي التسريبات اللي بتصير من هنا وهناك أكثر شيء بيأذي التحقيقات، لأنه مرات بتكون صحيحة مرات تكون مش صحيحة. طب ليه عم بتصير هذه التسريبات؟ هذا سؤال. لماذا يتم السماح بهذه التسريبات؟ لأنه هذا النظام اللبناني كله فيه درجة من الفساد، لأنه النظام القضائي يخرج من السياسيين، لانه في هونك محسوبيات وهون محسوبيات، لانه في البعض بيقدر يخرج من هون بيقدر يخرج يعني من هون. يعني كانك عم تقول في عنصر ثقه مفقود بمطرح من المطار. شوفي انا شو بدك فيي انا كمواطن وكسياسي، او عم بحكي انا عن المسؤولين السياسيين بالدوله اللبنانيه. اذا بنسمع نحن مره الماضيه وزير الداخليه شو عبر قبل بعض النواب بعض المسؤولين بعض القاده، اذا المسؤولين بالدوله لا يثقون كامل الثقه بالقضاء، وانت اذا بدك تنظري لدوله وتقيميها وتشوفي قديش هي موجوده بمستوى الدوله انظري الى القضاء طبعًا. اذا نحن المسؤولين مش عم يوثقوا بالقضاء، كيف انا المواطن العادي بدي اوثق؟ اذا المسؤولين عم هذا يؤدي الى اي نتيجه بنهايه المطاف؟ بيؤدي انه لازم اهم شيء ست سوسن دور اهالي الشهداء اذا بدهم يوصلوا الحقيقه، العمل على الدعم المعنوي والاجتماعي والحضن للمحقق العدلي والعمل القضائي. اذا استطاع المحقق العدلي ان يقوم بدوره كاملا طبعا مع حقيه من يدعى عليهم او من يذهبوا للتحقيق وعندهم وسائل دفاع، لانه هذا حق مشروع. وكمان في شغله بالدور الايجابي اللي بيقدموه هن للقضيه اللي هن معنيين فيها بدعم المحقق العدلي، في دور ثاني لازم يتنبهوا له وهو انه المتهم بريء حتى تثبت ادانته، مش من يتهم هو مجرم ونحن بعدين بنفكش على براءته. ما يمكن المحقق العدلي لو تشك او كان عنده ظنون ببعض الاشخاص يمكن بس يستمع له. وانا على ابسط مثل حسب ما بسمع كمان انه من قبل اللحظه الاخيره كان في استدعاء للواء عباس ابراهيم كشاهد، وفجاه صرنا نحن الواء عباس ابراهيم هو بده يدعى عليه وكانه متهم بالوقت الذي لم يذهب الى الشهاده في قبل بالقضيه اللي هو موجود فيها. مش هيك بنقول نحن هاي الموضوع اليوم
بالنسبة لأهل الشهداء أهم من كل الموضوع الدولي والسياسات الدولية بدهم الحقيقة، الحقيقة بتيجي عبر قضاء نزيه، القضاء النزيه بده يندعم وينعطى الغطاء، يبدو أن المحقق العدلي هو من النوع الذي يرضخ للضغوطات وعم يشتغل بهذا الإطار، عسى أن يبقى بهذا الاتجاه، لازم إذا في بعض الشوائب الذي انتابت عمله واللي شوهت بعض الشيء فيه لازم يتنبه لها، لازم يمنع التسريبات لأنه هي بتيجي من المقربين له، لازم يحصر المواضيع هاي بشخصه هو ويكون هذا الموضوع كثير مقفل إلى أن يصدر القرار الظني وأن يتنبه لبعض الأمور الأساسية لبعض الشخصيات اللي يمكن مش لازم يكون في حصانة حدا بالتأكيد، ولكن في بعض الأمور اللي بيسوى نحن نبدأ فيها بالاستماع كشهود لبعض الأشخاص بعدين ننتقل. وبالنسبة للحصانات طالما رئيس المجلس النيابة عم بقول إنه لا مشكلة بالحصانات ذاهبين إلى رفعها، رئيس الجمهورية عم بقول لا مشكلة بالحصانات، معناتها الأمور صايرة بهالاتجاه، يجب أن ندفع بهاي الطريقة للأمام. ولكن نرجع نأكد ونعود ما تختبروا صبر أهالي الشهداء لأنه أكيد هذا الصبر له نهاية، وأنا بخاف بلحظة من اللحظات لما تجي الدولة لتقول أنا بدي أرجع لم الموضوع يكون معش في مجال. تخلي بنسألك سؤال، بيوم مثل هذا اليوم لو اعتبرنا أنه أحد أو أهالي الشهداء ذهبوا إلى أحد المنازل لأشخاص متهمين قد يكونوا أبرياء مثل ما كنا عم نقول وصار في حدث كبير، كيف نرجع من لم الموضوع؟ كيف نرجع من عالجه؟ ونكون بقضية منصير بقضية أخرى وبنكون خسرنا الحقيقة اللي نحن أهم هدف تكون عنا الحقيقة ثم العدالة. كأنه سمعت في عندك ملاحظة دكتور وسيم لأنه ما أجا الصوت بشكل واضح. حقيقة أنا بس كنت عم بعمل تذكير أنه بعض الشخصيات الأساس أول شيء صار في تسريب من عند المحقق العدلي لبعض المعطيات، ثاني شيء هو عمل مقابلة صحفية مع التلفزيون العربي وإن كان حاول يتراجع عنها، ثالث شيء هو عم يتبلغ الإعلام بعض استدعاءاته أو مواقفه قبل ما تتبلغ الجهات المعنية، رابع شيء واضح أنه الضغط الشعبوي وتسليط الإعلام عم بيحاول يأثر على المسار الذي يجب أن تكون فيه الأمور، خامس شيء في انتقائية مفرطة بمحاسبة ناس فقط لأنه أتتهم ورقة أمامهم وناس أخرى لأنه ما قدر يثبت أنه أتتهم ورقة أو استدعاء أو معلومة ولم يتعاطوا على أساسها، عملية التعاطي مع هذا الأمر بناء على هكذا قواعد بخلينا نتمنى أنه يكون الدكتور وسام معه حق بالرهان على عدل المحقق العدلي. بالمناسبة هون جهاز الأمن العام بالذات واللواء عباس إبراهيم عام 2014 حينما أتاه الأمر وحولوا إلى المسؤولين المعنيين اعتبر أنه مجرد أن القضاء استلم القضية انتهى دوره التلقائي بالتدخل بعمل القضاء وأن اليد الأمينة التي يجب أن تتولى إدارة الأمر بعد أن أدى أمره هو من موقع الأمن هي المسؤولة بشكل كامل عن هذا الأمر. أنا بسأل معك ست سوسن ولو بإطار وطني إذا إنجازات كالتي قام بها اللواء إبراهيم والأمن العام على مستوى الوطن كل هذه السنوات داخلياً وخارجياً، التجسير الوطني بين الأفرقاء، الحضور المواكب بالخارج لكل حاجة لبنانية، هل اللي عم بصير مبارح واليوم من قبل بعض الغوغاء بمحاكمة مسبقة على الهواء مباشرةً وبمواكبة إعلام وأجهزة مخابرات من دول، هل هذا فعلا يأتي في إطار العدالة وتحصيل حقوق أهالي الضحايا؟ الأمر الثاني أنه الرئيس عون من الأساس أبدى حرصه أن تصل هذه القضية إلى مبتغاها، الرئيس بري بالسياسي وبالقانون وبالخبرة وبالواقع المخضرم اللي بتمثله شخصيته دعا إلى التوصل إلى الحقيقة كاملة، والمجلس النيابي حاول يقوم بدوره من خلال العريضة النيابية ووضع أمر الاستنابات بالإطار الذي يحكمه القانون والدستور. الرئيس نجيب ميقات اليوم بيقول أنه البلد يحترق، ومن فترة أخذ موقف أنه نحن كلنا بالجورة ودعا إلى أن تكون العدالة كاملة وأن يأخذ التحقيق مجرى إلى النهاية. أنا برأيي هيدا كله بالمعيار الوطني يجب أن يضع هذا الملف خارج أي إطار تسييسي، وأن العناد أحياناً والإصرار على الأمر
دون أخذ كل جوانب بعين الاعتبار، ما بتصور إنه هذا بيؤدي إلى ما نتمناه. وأتمنى أنا من كل قلبي ألا نرى ديتليف ميلز آخر أو نيومان آخر أو غيره من الذين أداروا الأمر بناء على استثمار سياسي وخلفيات مسبقة. يعني واضحة كل هذه الملاحظات تؤدي إلى نتيجة أو إذا بدك يعني مخاوف مشروع اليوم من أنه هناك جهات تدفع باتجاه تسييس هذا الملف من أجل الوصول إلى أهداف أخرى. شوف يا ست سوسن، بالتأكيد بدي بلش لقول أنه ما تفضل به الدكتور وسيم عن موضوع الأمن العام والبعث إبراهيم، هذا شيء واضح وجلي وما حدا عنده أدنى شك بالدور الريادي المهم الذي قام به اللواء عباس إبراهيم. بس هذا يطلع كثير من علامات الاستفهام طبعًا حول اليوم الجهات التي تدفع باتجاه. إضافي أنه الأمن العام دوره مثل ما قلنا دور المركز الأمن العام يتدخل بدخول الأشخاص ما له علاقة بالبضائع بغض النظر إذا خطرة ولا مش خطرة، مش هون دوره ولا له علاقة فيها. بس أنت شفت شو صار مع المقدم فياض اللي توقف أشهر وأشهر وبعدين أخلي سبيله. فبالتالي بموضوع الأمن العام لعب عبد إبراهيم هذا موضوع موافق عليه 100%. النقطة الثانية، هل هناك من يريد الاستثمار لحرف التحقيق؟ أكيد، ما اللي عم يصير على الأرض هيك عم أقول ببعض المحلات. طيب، من يريد استثمر هيك أكيد في قوة دولية. شوفي عند بس من يفتح الباب أمام هذا الاستثمار؟ ما نحن نوصل لهناك. أكيد هناك قوة دولية رح تحاول تستفيد من أي حدث بيصير بلبنان، من أبسط حدث لأكبر حدث، وقد يكون هناك قوة دولية تدفع لتعمل أي فتنة بأي مكان لحتى هاي الفتنة تذهب لمكان تستثمر فيه وتستفيد منه. بالتأكيد شو الحل؟ الحل تحصين الحالة القضائية اللي عنا نحن. شو الحل؟ لكن تحصين يمكن نحن أنا مش بموقع وجه نصائح للمحقق عدلي، ولكن كنتوا كمان يمكن يعني معنيين بحادثة قبر شمور ومحقق عدلي وكل هذه كمان طرحت علامات. أول خطوة موضوع الإعلام والتسريبات الإعلامية هي موضوع خطر وحساس جدا جدا، ومرات عم يحرف التحقيق عن مساره بقصد أو بغير قصد، عم يشوه سمعة أشخاص قصد أو غير قصد. إذا بدأت المحقق العدلي بهذه القضية لوقف التسريبات من أي كائن من كانت، وهو حتى بالشخصي ما عمل أي تسريبات إعلامية، أبقى الملف بإطاره. لما نحن رحنا ذهبنا لرفع الحصانات عن الكل جمعة واحدة وبدأنا للاستماع لكل الشخصيات مش لشخص معين، لأنه حس عم نيجي نقول نحن بدنا نستمع يعني الابتعاد عن السنسبية، وكأنه نحن وجهنا الاستماع لي. صرت أنا أهالي الشهداء عم يشعروا وكأنه هؤلاء الأشخاص اللي القاضي قال عنهم أنه هن أو المحقق العدلي قال بدي استمع لهم وكأنه هن المدانين مباشرة. طب يعرف فيهم الإعلام قبل ما يعرفوا أصحاب العلاقة بهذا الموضوع؟ هذا خلل يعني أساسي ومركزي. مش هناك لازم يكون عندنا سرية بالتحقيق، سرية إعلامية بموضوع المحققين، بيبعت وراء كل الشخصيات اللي بيبين عليه في شبهة وبين عليه إداني والملف اللي عنده بقول هيك ما في مشكلة. وبديك الأكثر من هيك لازم يبقى هذا الموضوع إلى حين صدور القرار الظني، لازم يبقى طي الكتمين. طب هذا كله لم يبقى مثل ما حضرتك عم بتقول، بالعكس هناك من سرب، هناك من يدفع باتجاه تسييس، هناك من يدفع باتجاه استثمار، هناك احتمالين. شوف احتمالين للتسريب. هناك يمكن اللي بده يسرب بريد يقتص. ما شوف احيان الامور لو بعين بينت انها مش حقيقية خلص بكون اللي ضرب ضرب واللي هرب هرب واللي يعني اذت سمعته اذت عليه. يعني انت بس تيجي إذا صبية مرتبة وحلوة وجيت أنت حكيت عليها كلام مش صحيح، لو بعدين نفي ما خلص معلق بذهن الناس، كرست قناعة ما عند صحيح، معناتها هناك أشخاص عم يدفعوا أو هني بدي يحرفوا التحقيق مثل ما صار بالتحقيق الدولي عن مساره باتجاه آخر بيدفعوا بهالاتجاه، أو بدي يسيئوا لشخصيات لديها واقعها السياسي والاجتماعي والوطني ويريدون من عبر هذا التوجيه ضرب المستقبل السياسي لتلك الشخصيات. معناتها هؤلاء الأشخاص يجب أن نقطع الطريق عليهم. كيف بنقطعها؟ أول شيء نحن عندنا مشكلة يا ست سوسن بموضوع الإعلام. الإعلام نحن متفرد من كل غواربه، يعني كل فريق وكل محطة وكل إذاعة مع احترام شرير لمحطتكم تقدر تغني عليها مثل ما هي بدها. فبنشوف نحن في بعض المحلات هناك توجيه بالإعلام، شو انعكاس لكل هذا الواقع المتفلت. طبعا لكن أنا أقول إنه الإعلام له دور، السياسة لها دور، من يمول له دور، السياسات الخارجية والتدخل الخارجي له دور. ونحن إذا كنا نحن أهالي الشهداء نريد الحقيقة، نريد أن نصل للعدالة، أكيد العدالة بتكنش نحن نظلم أبرياء ولا نشوه بسمعة أشخاص شرفاء، لا بتكون العدالة بالاستماع للجميع ومن تثبت عليه التقصير كمان في شغلة، من هو مقصر بيثبت عليه التقصير بيعاقب على قد التقصير اللي عنده، ومن هو متورط أكثر بيتعاقب أكثر. وإذا قال مثل ما قال دكتور وسيم بزي في شيء بين بعدين بموضوع صاعق التفجير وكيف حدث التفجير وبين هناك وراء الأكمة ما وراءها، ماذا صارت المسؤولية تختلف وتختلف أكثر وأكثر، ممكن وصلنا لمحل الهدف الأساسي الحقيقة. الحقيقة بدها تكافل من الكل، بس أساس اللحظة هذه هو المحقق العدلي والدور الذي يقوم به. يعني يمكن دائما نحن بنوصل إلى نصطدم بحائط التمني والحلم لأكثر
ولا أقل بواقع هالقد معقد ومركب ولم نصل من خلاله أو نحن بتاريخنا إلى حقيقة ثابتة ومن دون زيادة أو نقصة. تعرف شو صار فيه نحن بأربع آب وفترة ما قبله وما بعده؟ نحن بلبنان كنا معودين إنه يقتلون الماضي، كنا معودين إنه يقتل عنا شوية أعمال من عملها. المرة هذه قتل الماضي والحاضر وقتل المستقبل. بدأوا اللبنانيين هاي الهجرة اللي عم نشوفها صحيح. بكل الكوادر الطبية، وهذا اللي بيطرح علامات استفهامها حول ما كان مراد من خلال هذا الموضوع حول المستقبل. دكتور وسيم بزي، ما هو منتظر؟ خليني استغل يعني الدقائق المتبقية، خصوصا انه نحن بكرة يعني في لقاء بين الرئيس المكلف نجيب ميقاتي وفخامة رئيس الجمهورية. هل شو سننجح في يعني تدليل العقد وفي يعني تبريد الرؤوس الحامية، أم أنه لا رايح رئيس ميقاتي إلى الاعتذار قريبا؟ يعني أنا لفت لي نظري اليوم بالمؤتمر الدولي اللي صار برعاية الرئيس ماكرون موقف ممثلة سويسرا بالمؤتمر، اللي قالت أنه مع اللبنانيين والدعم المالي ما في مشكل، تواصلنا مع لبنان لدعمه أيضا ما في مشكل، المهم أن ينجح اللبنانيون شعبا وقيادة سياسية بالقيام بدورهم. يعني أخذت هالموضوع هيدا، هالطرح هيدا بسياق الرد على سؤالك كمدخل، وبالتالي فعلا نحن مطلوب مننا داخليا دور أساسي إنه نقوم فيه. الحديث عن الاعتذار ست سوسن برأيي أنا مبكر بمعنى الزخم وقوة الدفع اللي اكتسبها موضوع اللحظة التي اجتمع حول 72 نائب من برلمان، توازناته ووجوده مستهدف من المؤامرة الخارجية. انتبهي، البرلمان وحضوره في قلب اللعبة السياسية هو إذا بدك عنصر إزعاج كبير للمتآمرين على البلد بهذه اللحظة. والهدف الثاني القادم هو قلب توازنات هذا البرلمان واستهداف الأكثرية القادمة. لذلك الرئيس ميقاتي كخيار له علاقة باللحظة السياسية المجتمع عليها لا زال يكتسب قوة دفع. معلوماتي أن إنه لقاء الغد قد يكون في طرح جديد من الرئيس عون يضفي حيوية على النقاش، يخرج النقاش مما جرى في اللقاء غير المعلن بين الرئيسين يوم الأحد، واللي هو فعلا غاص بالعمق. طرح جديد يقوم على ماذا دكتور؟ نعم، تبديل بالوزارات يمكن قد يقوم. طرح جديد يقوم على ماذا؟ مشان نستغل المعلومة ناخذها على الآخر. يعني تبديل بالوزارات، يعني يبدو أنه بالعنوان اللي له علاقة بوزارات الأزمة، اللي ممكن تكون وزارة الداخلية هي الأساس، وزارة العدل، وزارة الطاقة، وزارة الاقتصاد، اللي اعتبرهم الرئيس ميقاتي بإحدى مقابلاته ست سبع وزارات أساسيين بأولويات الأجندة اللي هو بيملكها للحكومة القادمة. في نقاش مفتوح بين الرئيسين. أنا برأيي الحديث عن الاعتذار السريع من وجهة نظري من المبكر الحديث عنه. انتبهي، تسعة أشهر مع الرئيس الحريري أحدثت فارق في المعطى، فارق في الأولويات، فارق في طبيعة الشخص، فارق في الواقع الإقليمي، وفارق في حاجة البلد الماسة إلى تشكيل حكومة. تسمية حزب الله للرئيس ميقاتي أيضا هي فارق نوعي وإضافي. المواكبة الدولية، الحماس الفرنسي المستجد، صحيح أنه في مناخ مواجهة بالمنطقة كبير، صحيح اللي صار اليوم بموضوع كريات شمونة اللي عم بصير بالخليج وببحر عمان خطير وخطير جدا. ما بدنا ننسى انه اليوم ابراهيم رئيسي استلم رئاسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ما بدنا ننسى انه الجيش السوري يقوم بعملية كبيرة الآن في ريفي درع الشرقي يسرع ولا يعطل. دكتور مشان اعطي وقت مجال لبروفيسور شروف. نعم، عفوا شو سألتيني ست سوسن؟ عمقول كل هذا يسرع ولا يعطل عملية التأليف؟ لا، هيدا بيأجج لحظة التحدي الداخلي ببعد الخارجي، ويجب أن يعطينا إشعار واستشعار
أن أولوية تشكيل حكومي في هذه اللحظة جزء من حالة التحصين لواقعنا بظل كم المخاطر التي تحيط بنا. سنستشعر بروفيسور إذا بدك يعني هذه اللحظة المفصلية ونذهب إلى تشكيل هذه الحكومة برأيك، وحضرتك كمان يمكن تمتلك معطيات عن ما هو منتظر في لقاء الغد. شوف ممكن مش حلو نقوله بس يبدو ما لجرح بميت إلامه، نحن هيك صرنا هلقت؟ إنه الواقع هيك بقول. لا شوفي أنا قلت لك وبرجع بأكد إنه نحن بنظام عقيم، هذا النظام ما عش في حل، يعني لازم نقتنع ونفهم ونسلم بالعشرة إنه هذا النظام لم يعد قابلا للاستمرار. بس أنتوا كحزب بتحتجوا بتطالبوا بحصة بتروحوا بدكم بالحكومة، يعني ما بتروحوا إلى التسليم بأنه ناشدة. أول من طالب أول من رفع الصوت عاليا كان الأمير طلال أرسلان بذكرى استشهاد المرحوم الشهيد صالح العريضي من 12 سنة، وقال نحن بحاجة لمؤتمر تأسيسي جديد. طيب. وبعد منا سمحت السيد وبعد منا غبطة البطرق والكل اقتنعوا، شو ما بدنا نسميه نسميه، لأن هذا النظام اللي نحن موجود فيه اللي اسمه نظام المعتقدات المذهبية يا ست سوسن، هذا النظام بميزني أنا وأنت بالحقوق والواجبات. بس منذ تلك اللحظة وصولا إلى اليوم أنتوا تعيشتوا مع هذا النظام، يعني شو تمام أبيكم، ودليل أنه أنتوا تشاركون وتطالبون وتعطلون بمطرح المطارح، تسمون أو لا تسمون كمان. نحن بدك الفريق السياسي أو نحن مؤتمنين على شريحة من هاللبنانيين، هل المطلوب إلغاء نفسنا؟ نحن نطالب بالتحسين، نطالب بالتحديث، نطالب بتغيير هذا النظام، ولكن بالوقت إلى أن يحدث هذا الشيء حكما نحن بما أننا مؤتمنين على أهلنا وناسنا مضطرين نطالب لهم بحقوقهم. طيب. ولا مرة كان مطالبتنا بانتظار إذا بدك إصلاح هذا النظام أو الذهاب إلى نظام جديد، بكرة ما هو المنتظر؟ ما نحن لأنه هذا النظام عقيم، أحد أبرز أوجه عقبه الديمقراطية التوافقية، يعني أن الأكثرية لا تستطيع أن تحكم وأن الأقلية يجب أن تشارك، وأنه كل مرة لازم يكون ستة وستة مكرر، وأنه كل مرة بالمجلس الوزراء بغطي لي وبغطي لك وبمرق لي وبمرق لك. طيب هلأ في إمكانية؟ اليوم نحن أمام مرحلة حساسة للجميع. أول شيء فخامة رئيس الجمهورية هو بحاجة أن يكمل الفترة المتبقية من عهده بحكومة، لأن المرحلة الماضية كانت مرحلة عصيبة، وكلنا بنعرف من قبل ما تسلم الرئيس الحريري أن فخامة رئيس الجمهورية عمل خطاب لللبنانيين وقال لهم أنه أنا ما بديش إياه للرئيس الحريري بما معناه. طيب. ولكن أنه يبهن عليهم الخيار ويتحمل مسؤوليته. شنك ما سميته رئيس ميقاتي؟ لا هلق نحكي عن عدم تسمية رئيس ميقاتي، ولكن اللي صار بوقتها بين انه ما في كيمياء بين الرجلين. طيب. وبقى في عقبات وكان هناك اصرار، ونحن كمان بدنا نعرف انه اتفاق الطائف نقل الصلاحيات من رئاسه جمهوريه الى مجلس وزراء مجتمعا، كيف بالتعاطي يشعر يمكن فخامه الرئيس انه وكانه هو بده يصير كباش كاتب يمضيه، وكان رافض هذا الشيء رغم كل المبادرات اللي شفناها، مبادرات فرنسيه ومبادره الرئيس بري، بقي الامور على ما هي عليه. يبدو انه كان في دفع نحو تراجع الرئيس الحريري اللي اقدم على. طيب. هذا الموضوع اجى الرئيس ميقاتي، تقدم رئيس ميقاتي. البعض بيعتبر ونحن منه انه رئيس ميقاتي كحالة الرئيس الحريري، نفس بعدنا نفس الجو ونفس الاطار. اذا الرئيس ميقاتي اجى بنفس الافكار نفس التوازنات وبقي على كتافه وزر ما لسلفه اللي قبله، معناته راح يوقف نفس العقبه وراح يوقف باصطدام مع رئيس الجمهوريه، مش راح تشكل حكومه. طب على الخط المقابل بقي رئيس ميشيل عون، هو رئيس ميشيل عون بنفس كمان اللي ما بقي على كتافه، لانه دستورنا اللبناني بيقول انه رئيس الجمهوريه بيبقى محله ليخلص عهده، وبين رئيس حكومه ممكن يتغير. طيب. هذا الواقع. بالتالي على رئيس حكومه لسه شيء باللي جاي بكره اللي يبدو ظاهرا انه هناك في محاوله لتليين العقد الأساسية اللي هي مرتبطة بالوزارات الداخلية والعدلية. فبالتالي هل سيكون الطرح عن فخامة رئيس الجمهورية اللي هو منه مؤكد، ولكن الجو العام لتسهيل الأمور وفتح قوة بالحيط المسكر أو بالجدار، لنقول نحن في إمكانية يمكن يكون هناك من عند فخامة رئيس الجمهورية أنه قبول بتغيير بالحقائب بمبادرة الحقائب. نحن في عنا حل من اثنين عم ينحكى فيه كان رئيس ميقاتي، أنه بيبقى كل شيء مثل ما هو عليه، تبقى كل وزارة لكل فريق. هذا اللي قاله هو. وهناك احتمال للمبادرة الوزارات ببعضهم عند رئيس الجمهورية، بكرة رح يكون في تداول بهذا الشيء. آخر جلسة كانت للرئيس ميقاتي عند رئيس الجمهورية بخروجه ما كانش تعبير إيجابي واضح بشكل عسى يكون كبير. بعد الجلسة الغير معلنة وجلسة بكرة تكون يكون في عنا شعور بما عم يحصل بلبنان، بشعور بأنه نحن صرنا أمام الانهيار الشامل، الكل يتحمل مسؤوليته وكل يقدم بعض من تنازلات في سبيل الوطن. وأنا برأيي التنازل في سبيل الوطن هو انتصار وهو ربح وهو كرامة كبر. وهو كبر منه تنازل، وبالتالي لازم نوصل لحكومة
إذا زحتي عن موضوع الشهداء اللي بنحني قدامهم ونوجه لأهلهم التعازي، إذا زحتي عن موضوع تدمير بيروت، إذا زحتي عن موضوع كلها، الشعب اللبناني بأكمله يرزح وينوء تحت عبء الوضع الاقتصادي، تحت عبء الذل الذي يواجهه كل يوم. بك تروحي وتشوفي بالمستشفيات شو عم بيصير، أبسط دواء مش عم يتلاقى من دواء الضغط اللي هو ضروري والسكر وغيره وغيره، أدوية المستشفيات والسرطان وكل الأمراض الثانية. بالتالي نحن أمام مأساة يجب الكل أن يستشعر فيها، ولازم كل حدا قدم بنفسه لهذه المهمة وعنات بها الرئيس ميقاتي يجب أن يكون مستعدا لتدوير كل الزوايا والوصول إلى نقطة طيب إيجابية. طيب، تدوير زوايا كمان يعني يتطلب الطرفين بنهاية المطاف. للأسف الوقت انتهى، على أمل أن نوصل إلى هذا الخرق. مجال السجية يكون في حكومة إن شاء الله. دكتور وسام شروف، أهلا وسهلا فيك، أمين سر المجلس السياسي في الحزب الديمقراطي اللبناني. شكرا لك دكتور وسيم بزي، كنت معنا مباشرة من بنت جبيل عبر سكايب، وأيضا شكر لمدير عام مجلة مرايا الدولية فادي بوديا. شكرا لكم مشاهدينا على حسن المتابعة، وحتى نلتقي أترككم في أمان الله.